أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أمنية مصرية. إحنا في أمنية مصرية اتعودنا إننا بنناقش موضوعات مجتمعية قبل ما تقلب وتكون قضايا اجتماعية. يعني إيه؟ يعني إحنا لا ننتظر أن تكون الحدث ظاهرة، لكن إحنا بنحاول نتجنب إن الأحداث السلبية أو الخاطئة إنها تصل أن تكون ظاهرة، لأن القضاء على الحالات الفردية أو القضاء على الاتجاه السلبي في أول الطريق أسهل بكتير جدا من القضاء عليه في منتصف أو في آخر الطريق. أي ظاهرة أو حتى حالات فردية بتظهر بنعتبرها مشكلة ونحاول نبحث لها عن حل ونبتدي نشوف الحلول دي ايه، لاننا مؤمنين ان احنا ما زلنا مجتمع مترابط. بس ده ما يمنعش خالص ان اي مجتمع يكون هناك بعض الظواهر فيه، زي ما بينتشر الحلو ايضا ينتشر السيء، وده اللي احنا هنناقشه في فقرتنا الاولى النهارده. هنناقش حالات غريبة انتشرت في الفترة الأخيرة، وهي ظاهرة قتل وتعذيب الأطفال على يد أبائهم. هو إيه اللي بيحصل؟ ده القطة بتاكل ولادها من كتر حبها فيهم وخوفها عليهم، لكن ما شفناش حتى في الحيوانات إن حد بيقتل ولاده بنية يتخلص منهم. هل ده بسبب إيه؟ البعد عن الدين؟ بسبب الجهل؟ بسبب فكر مريض؟ يبقى لازم نعرف إيه الأسباب علشان نقدر نعالجها. أنا طبعاً مش مستوعبة إزاي إن ممكن أب أو أم يقدروا يعملوا كده في أولادهم. يعني بدل ما نحمي أولادنا من الأخطار نبقى إحنا الخطر اللي بيداهمهم. الغريب بقى إن العنف ضد الأطفال أصبح بداية في مجتمعنا، نخشى أن تسود. إحنا بنلوم الآباء على ضرب أولادهم بمبرر التربية، لأنه ثبت علميا إن أكثر طريق إلى الإعاقة النفسية والعقلية والعاطفية عند الأولاد هي الضرب، وعند الأطفال هي الضرب. لكن علشان نوصل لظهور أحداث متلاحقة عن قتل الآباء لأطفالهم في الفترة الأخيرة، ده يبقى موضوع يستحق من أمنية مصرية الوقوف عنده. ومش معنى إننا بنناقش مثل هذه القضايا إن مجتمعنا انهار، لا نهائي. إحنا بنأكد إننا لسه بخير، وإن اللي بيحصل ده ظواهر شاذة يجب القضاء عليها. القضاء عليها جزء كبير جدا منه، غير مواجهتها هو محاولة علاجها. إحنا أمنية مصرية، أمنيتنا النهاردة إن إحنا نرجع نتمسك بالهبات الإلهية اللي ربنا غرسها فينا كأمهات وأباء. احنا في أمنية مصرية دايما متفائلين بأن بكرة أحسن من النهاردة، فعلشان كده احنا الفقرة دي احنا معانا الدكتورة سوسن فايت، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. نشوف هي القصة ماشية ازاي وأبعادها ايه الاجتماعية والجنائية. الفقرة التانية عندنا موضوع تاني، هنستضيف معانا الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية. هنتكلم عن موضوع الطلاق الصامت. هو في طلاق صامت وطلاق صامت؟ أيوة في طلاق صامت، وده على فكرة غير الخرس الزوجي. الخرس الزوجي هم ما زالوا أزواج، ما زالوا بيتعاملوا مع بعض كزوجين، لكن
يعني ما بقاش في بينهم حوار، ما بيتكلموش زي الأول. لكن الطلاق الصامت ده خطر جدا في العلاقة بين الأزواج، لأن هما مش متطلقين على الورق، بس هما متطلقين، هما ما فيش بينهم أي شيء مشترك، ما فيش بينهم أي علاقة زوجية موجودة. ممكن تلاقي كل واحد في أوضة، كل واحد بيخرج لوحده، كل واحد بيتفرج على تلفزيونه، لكن بيحافظوا على الصورة الاجتماعية، أو بيحاولوا يحافظوا على البيت. وده فعلا شيء محترم جدا لعدم إيذاء مشاعر أولادهم، بس هو هم كده عايشين؟ طب وهل اللي وصلوا لهذا الوضع ما ينفعش يبقى له حل ودنيتهم ترجع تاني أحلى من الأول؟ ويا ترى وصلوا كده ليه؟ يا ترى أما بقعد أفكر كده، إيه اللي ممكن يخلي فيه طلاق صامت؟ ممكن يكون أحد الزوجين عمل غلطة كبيرة قوي، والطرف الآخر أقنعه إنه بيسامح، أو إنه سامح وكملوا الحياة الزوجية، لكن كان حاجة اتكسرت. الحاجة اللي اتكسرت دي بدأت تبعدهم عن بعض، بقى كأنه طلاق صامت. ربما يكون رغبة في الطلاق من سنين فائتة وما حصلوش على الطلاق لأسباب كتير، ممكن تكون اجتماعية، ممكن تكون مالية، ممكن تكون أسباب متعددة، ممكن الأولاد. فلما يعدي العمر ما مش قادرين يجوا بقى على نفسهم أكتر من كده، فخلاص أدينا متجوزين بس كل واحد في حاله. هما دول موضوعنا النهاردة. احنا هنطلع فاصل وقابل حضرتكم في الاستوديو ونستقبل اولى فقراتنا، ابقوا معنا. ورجعنا لحضراتكم مره تانيه، ومشرفنا في الاستوديو دكتوره سوسن فايد، استاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه. اهلا يا دكتوره. يا اهلا بك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. أنا قبل ما أبدأ الحلقة أعتقد أن أنا وحضرتك متفقين. نعم. أن إحنا مش بنتكلم على ظاهرة. صحيح. اللي هي صحيح. قتل الآباء لأولادهم لما وصلتش طبعا. لكن في نفس الوقت أنا دايما بتساءل، هو ليه إحنا بنستنى لما يبقى الحدث ظاهرة فنبدأ بالعلاج؟ نعم. ليه لما يكون البداية فردية بس في تزايد؟ صحيح. وتزايد ملحوظ، يعني احنا عندنا في اسبوع واحد كان فيه حوالي 12 جريمة. نعم. انا لا يعنيني ملابسات الجريمة. صحيح. ولا يعنيني الاسباب. أي. انا يعنيني النتائج. اي. ان الاباء والامهات بيقدروا يتخلصوا من اولادهم. اي. فانا مستضيفة حضرتك ومشرفاني، لان انا عايزة الحالات الفردية دي لا تصل إلى الظاهرة. صحيح. هو إزاي أصلاً بقى في الحالات الفردية دي؟ إزاي ابتدت تظهر الجريمة بالبشاعة دي؟ إزاي؟ أيوه. ليه؟ شوف يا فندم، هي طبعاً مش سبب واحد، هي أسباب كتير ومتعددة. الأسباب دي لما بتتشابك وتتفاعل بتهيئ المناخ وتدفع بعض الأفراد طبعاً. أيوه. ودول قلة، إلى أنه يقعوا في هذا السلوك الإجرامي. حضرتك عندك أسباب أولها وعلى رأسها المرض النفسي. في أمراض نفسية بتعمل نوع من الهواجس والهلاوس، ممكن يصاب بفصام، ممكن يبقى اضطرابات نفسية، ممكن يبقى شك قهري. يعني أحيانا الشك القهري يصور له إن ده مش ابنه، يبتدي يشك في النسب. أيوة. مثلا. أيوة. في أحيان تانية يبتدي يبقى عنده فصام، فكرة عمالة تزن في دماغه إن الخلاص من الدنيا لا مؤاخذة، وانه يتجه الى الاخره هي الملاذ، ان هو يتخلص من نفسه ومن اولاده. احيانا هو بينتحر. كده. صحيح. فبتبقى الفكره عماله بتزن في دماغه انه مرض. فطول الوقت بتزن في دماغه والعرض موجود، ولكن المحيطين بيه مش مدركين ان ده مرض. حضرتك في الفتره السابقه الجرائم دي حصلت اللي حضرتك اشرتي اليها. أيه. بس كانت مره في في في, في خلال عدد من السنوات. صحيح. حضرتك، أنا اللي خلاني أثير الموضوع ده مع حضرتك إن الفترة الأخيرة في تزايد، في تزايد،
وحتى لو حضرتك قلتي لي احنا عندنا تزايد سكاني، فالنسبه لا مش اللي زادت حضرتك مش متناسبه لا. مع نسبه زياده الجرائم. لا بالصحيح. لا هو في بلس بقى، يعني مش بس المرض النفسي اللي بيخلي المرض النفسي يتصاعد ويوصل لذروته بحيث ان هو يحصل الجرم، انه احيانا كتير جدا بتلاقي المرض بيخليها تعاطى مخدرات. احيانا كتير جدا من كتر الام المرض والاضطرابات اللي بيعاني منها والتوترات تخليه يلجا لانه ياخد مهدئات تتطور لانها تبقى مخدرات شويه، وتلاقيه محاط بميديا كل وقت شايف صوره العنف والتجرؤ على الجريمه، بيستقر في وجدانه ان الفكره والطريقه على طول قدامه بتتكرر كل يوم، فبتخليه يستهين بأنه هو ايه المانع ان هو يقوم بالفعل ده في لحظات الخروج عن الشعور وهو مريض ومتعاطي مخدرات. هل الكره للطرف الاخر يا دكتوره ممكن يوصل الشخص انه يكره اولاده؟ انت عجباني قوي في تسلسل اسئلتك والله. الله يخلي حضرتك. ممكن الكره دي مرتبطه بازمه القيم. ما انت عندك ازمه قيم. انت النهارده عندك اسره بقالها سنوات بتجري ورا الماده، يا اما الاب مسافر يا اما متعدد الـ 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 يعني بيشتغل في اكتر من عمل، والام متعدده الادوار بتشتغل بره بتشتغل جوه، مفيش تراكم عاطفي بيحصل زي زمان ما بين الام والاب والاولاد. بقى في كل واحد القيم الماديه تعالت مع التطلعات اللانهائيه. أيوه. على حساب القيم المعنويه، فبقى ممكن شعور بالقسوة والعنف والكره. هو مشاعر الأمومة هي مش بتولد بالطبع. مع ولادة الطفل طبعا. هو أولا في شواذ وفي استثناءات، في شواذ وفي استثناءات. يعني لا أنا عايزة أقول إيه، في قطة أكلت ولادها يعني. لا بس القطة اللي بتاكل ولادها عشان بتحبهم وخايفة عليهم مش بتكرههم. ما برضو ما في واحدة سمت ولادها عشان خايفة عليهم، يبقى دي على الأقل يعني هو مرض. بس هنقول إن الأمومة بداخلها وأمومة مرضية بالظبط. لكن أنا قصدي إيه حضرتك؟ زوجين انفصلوا عن بعض. نعم. نتيجة خلافات طائلة. أيوه. أو زوجة نفسها تنفصل عن زوجها ومش قادرة عشان خاطر الأولاد. هل ممكن الكره للطرف الآخر يخليها توصل لمرحلة أنها تفكر تقتل الأولاد عشان تخلص من هذه الحياة؟ بصي، في حالة الجهل، الجهل والمرض وتردد الفعل الإجرامي والعنف طول الوقت في صور كل يوم بتشوفها، زائد إذا كانت إيه علاقة الجهل بالمشاعر دي؟ لأنها حضرتك ما عندهاش ترشيد للمشاعر، ما عندهاش حلول بديلة، فبتستقرب. أنا عايزة أخلص. ما عندهاش افكار يعني اعمال عقل. ما مش عارفه تفكر ازاي تبقى ذهني بالظبط. في حلول ذهني. تخليها حلول بديله يعني. طب هل الحلول دي مش صوره مجسده للانانيه ودي لا تجوز مع مشاعر ام لاولادها؟ قلنا ازمه قيم. ما فيش للاسف ازمه قيم. للاسف في تراجع للمؤسسه الدينيه، كل الاهتمام بالشكل والطقوس والعبادات والمظهر، ولكن دعم القيم الاصيله للاسف ما فيش رعايه للموضوع. انت النهارده بتلاقي فيه لجوء لانه يتفرج على الميديا بتاع زمان الابيض واسود عشان بتنمي او بتحسسه بشعور الايثار والتضحيه، والناس تقعد تتفرج تبكي لانه بيخاطب الفطره. النهارده في الحديث ما فيش الكلام ده. طب حضراتكم في مركز البحوث الاجتماعيه والجنائيه ما فكرتوش ابدا تقدموا توصيه بان لابد من مراجعة السيناريوهات الخاصة بالأفلام اللي بتعرض، لأن ده بيعلي مستوى الجرائم الموجودة؟ والله فكرنا وعملنا وكتبنا التوصيات فعلا، بس هو أعتقد أنه الميديا عندها مراكز خاصة بيها، مراكز بحثية خاصة بيها تعتمد عليها، فما بتلجأش لا انا اعتقد انها ما بتعتمدش عليها. هي ممكن يعني انا اعتقد انها موجوده، لكن موجودة. انا ما اعتقدش انها بتعتمد هي موجودة عليها. بس تعتمد عليها من عدمه ده انا ما اقدرش افتي فيه طبعا، لكن هي موجوده. اذا هي محتاجه او حتى يعني تؤمن بان الابحاث لها اهميتها والتوصيات يجب النظر اليها وتبقى الميديا والمضامين الاعلاميه مدروسه، اكيد هيبقى في فرق. هيبقى في فرق من الهدف التجاري هو الأساس في الأعمال الدرامية والميديا طول الوقت بيفكروا العائد المادي.
أكتر من كده للأسف. وحتى رأس الدولة في خطابه السياسي أكتر من مرة خاطب بأنه أنا عايز إصلاح للاتجاه ده، بس القيم ودعمها ومحاولة يعني إخراج مضامين إعلامية تعمل على استقرار المجتمع وتهدئة المجتمع من العنف. طيب خليني أسأل حضرتك سؤال تاني. اتفضل. هل دلوقتي حضرتك الجريمة عدوى؟ يعني هل اللي بيشوف جريمة اتعملت ممكن الجريمة دي كأنها عدوى ممكن تصل للبيهيفير بتاعه أو للسلوك بتاعه؟ لو توفرت بقى الأسباب اللي قلنا عليها دي، لو توفرت وهو شاف نماذج عمالة تتكرر قدامه فهيعتبرها فكرة مبتكرة. صحتك 12 في أسبوع، أيوة. يعني 12 حالة قتل أطفال في أسبوع، لا ده مش عادي، ده مش بقى طبيعي طبعا. إن هو خلي بالك المرض النفسي برضو من الحاجات اللي بتخليه يظهر الضغوط الاقتصادية والضغوط المعيشية وعدم الوفاء بمتطلبات الحياة. ممكن المرض يستنى كامل لو ما كانش فيه ضغوط بتفجر المرض ده، فضلا عن انه زي ما حضرتك قلتي بالظبط انه بيشوف حالات قدامه فبتبتدي الفكره تدخل في ذهنيه في ذهنه ووجدانه وتلح عليه، تفضل تلح عليه لانه انت مثلا والله بتقولي والله دي فكره، لو هي حاجه ما انتيش معتاده ليها او ان مش حاضره في ذهنك وشفتيها تقولي واي نوت، طب ايه المانع؟ ما هو اصل ليه سالت سيادتك السؤال ده؟ لان لو كان اجابه السؤال زي ما حضرتك قلتي، ما ده بيؤكد ان الافلام اللي بتعرض اللي فيها هذا الكم من العنف والجرائم هي بتوجه المجتمع لزياده معدل الجريمه. لا، الاول العنف وبعدين العتبة الثانية، ما هو بيبقى تدرج. هو العنف جريمة، العنف جرائم العنف بقى، أو جرائم العنف هي دي اللي ممكن تيجي بعد. احنا بقالنا سنوات نشتكي من العنف وما لناش حاجة. طب ايه المفروض نعمله؟ ما احنا ما دام حاطين ايدينا على اسباب المشكلة يبقى ايه اللي نعمله عشان نعالج المشكلة؟ اول حاجة بالنسبة للامراض النفسية يجب تصحيح مفهوم ان العلاج النفسي ده جنون، ان واحد بيروح يتعالج نفسيا ده واحد مجنون، دي بينكر المرض ويقاوم العلاج وبيرفض. وحدك المريض النفسي ممكن يعرف انه مريض نفسي؟ اللي حواليه على الاقل لغايه ما يعترف ان هو محتاج مساعده. اللي حواليه بيلاحظوا ان في عرض مش طبيعي، ما تقولش بقى لا ده هو طبعه كده، لا ده هو دي خصلته، لا ده في حاجه ابنورمال، فلازم يروح للدكتور ويعتبر ان المرض النفسي زيه زي اي مرض عضوي، لان ده ثقافه. لما احنا بنعتني ببعض ويتجه للمريض ياخد مساعده بالتاكيد في بدايه المرض هتحميه من كتير وتحمي المجتمع من كتير، لكن للاسف شديد جدا. خلينا برضو نقول حضرتك ان المساعده النفسيه دي شيء مهم جدا، لكن هرجع لكلامك بس هتم لحضرتك ان بقيه الاسباب ان مش بس ده، لا ولا بد كمان ثقافه البعد عن المخدر المخدرات. المخدرات لانها لازم توضحي اضرارها وتبعياتها وان دي مدمره. الثقافه دي اصل ما تقدرش تجيبي على كل واحد عسكري وتقولي له انت لو ما حصلش لقينا في جيبك مخدر احنا لا، ده لازم هو اللي يرفض المخدر من خلال برضو الثقافه. الثقافه مهمه جدا. وبعدين برضو بالنسبة للإعلام الثقافة مهمة جدا، ان انت طول الوقت ما تدعميش فكرة، ما تجيبيش اللي بيتعاطى وتخليه مثلا 20 حلقة بيوريكي بيتعاطى ازاي. او حضرتك وممكن يتاجر ويبقى مليونير وجنبه أيوة. اجمل بنات في العالم بالزبط. وفي الاخر بقى يبقى يموت ما يجراش انمات بعد يعني على فكرة 5 دقايق انمات يعني على فكرة وكتير جدا بالزبط. احنا دلوقتي اصبح نهاية الافلام بتاعتنا، كان زمان لازم الحرامي يموت او يتمسك او يتسجن دلوقتي حياتك احنا كتير الضابط هو اللي يموت والحرامي يركب اليخت ومسافر. حضرتك يعني بنظره سريعه ادركتي هذا. فضلا عن المؤسسه الدينيه يجب تهتم بتدعيم القيم. ايوه ده بقى السؤال تاني لحضرتك. حياتك طالبه ايه من المؤسسه الدينيه؟ شوف يا فندم دلوقتي انا عايزه اسال حضرتك سؤال بقى معلش. اتفضل يا ريت. بعد الاسبوع اللي حصل فيه الاحداث دي كلها، هل طلع حد من الرموز الاسلاميه وخاطب العقل المصري والمواطن المصري وضميره ووجدانه في ان اللي احنا وصلنا له ان ممكن ده يحصل ولو على نطاق ضيق، احنا ده اضراره كذا وعقابه في الدنيا كذا وعقابه في الاخره كذا و حد طلع قال بالنسبه لاي ظاهره سلبيه بتحصل في المجتمع تحليل وردع
للظاهره دي ما حدش بيطلع. لازم المؤسسه الدينيه تلتحم مع الواقع، ما تبقاش قاعده كانك بتقري كتاب بعيد عن الواقع. لازم اي حاجه تحصل في المجتمع طب سلبيه هل حضرتك هو يبقى بس فيها معالجه. هل المطلوب من المؤسسات لا ده الدينيه مستوى. بس، هل احنا مش محتاجين نروح لمستوى قبل ده بشويه ما لسه هقول لحضرتك التأهيلي؟ ده مستوى. مظبوط. لكن في مستوى تاني بقى، انك انت المفروض تلتحمي مع التعليم وتبقى في خطه لتدعيم بعض من القيم مشتركه ما بينك انت كمؤسسه دينيه وما بين التعليم والاعلام، وفي نفس الوقت الثقافه لازم يبقى في هدف مشترك ما بين هو المؤسسات دي. حضرتك هل ده مشكله مؤسسات دينيه لان الكتب فيها كل حضرتك بتقوليه، ولا هي مؤسسات تعليميه لا تقوم بالتدريس؟ ما هو الاثنين يا فندم. يعني هو دلوقتي لو انا قعدت انا مثلا منوط بيا المؤسسه الدينيه، انا عايز ابث قيم كذا 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 واصلح الازمه القيميه دي في المجتمع، فبلتحم مع مسؤولي المناهج واقول احنا عايزين نعمل كذا ونلقن ويبقى في قصص، يبقى في ايا كان، المهم هنتفق ان القيم دي هنثبتها في المناهج. نفس القصه بالنسبه للاعلام، نفس القصه فين الحملات التثقيفيه والندوات التثقيفيه وقصور الثقافه. الكلام ده كله يعمل مناخ ثقافي صحي. لو انت الطفل حتى بيجي يقول لأسرته والإعلام بيدخل البيت والثقافة المفروض تبقى في كل الهيئات والكيانات والمراكز الشباب والمؤسسات والنوادي والشركات والمصانع اللي بيها، تهيئي المناخ لثقافة البعد عن المخدر، ثقافة مش عيب ولا حرام ولا غلط ان احنا نعترف بالمرض النفسي، انه قيم بقى البعد عن الأنانية وتحمل المسؤولية وتحمل الصعاب، وانه مش ما نهربش وان نصبر، قيمة الصبر. طيب كل ده حضراتكم إن في مركز زي مركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، نعم، انتوا بتنتظروا دائما الى ان يكون الحدث ظاهرة، لكن الحوادث اللي نكون نسميها ايه، فردية، بداية مؤشر لاحتمال التحول لانها تكون ظاهرة، ده ما بياخدش من حضراتكم اي نوع من اي انواع الدراسة؟ ما حضرتك لما نعمل دراسة عن العنف الاسري واثنين وثلاثة ونقول ايه اسباب العنف الاسري، يبقى ده معناه حضرتك انه بنتنبأ احنا داخل الدراسة بان ممكن يحصل تصعيد لانها تبقى جريمة. هل بيؤخذ بتوصياتكم؟ للأسف شديد جدا، يعني قلما متخذ القرار ينظر نظرة الى ابحاث الانسانيات. طب هو المركز دوره ايه لو مش بيؤخذ بالتوصيات او حتى ينظر لها؟ مش شرط الاخذ، يعمل اللي عليه. هو هدفه اساسي ان هو مش بقى يدرس الظاهره بعد ما تحصل، يتنبا بالظاهره قبل حدوثها. بالظبط ده اللي انا كنت عايز اساله حضراتكم. بتتنبأوا كمان بالظواهر؟ ايوه بالنبأ. طيب ما هو دوركم التنبؤ. ايوه حضرتك عاوزه تقولي لي ان لما بتتنبأوا بالظاهره يعني ما حدش بيعيرها اي احتمال؟ ما انا هقول لحضرتك المفروض، عشان كده رئيس مجلس الاداره وزير التضامن بالحكم الوظيفه لازم ينقل الدراسات وينقل الابحاث لمجلس الوزراء. عشان كده اختير رئيس مجلس الاداره وزيرا للتضامن عشان ينقل الكلام ده، دي مسؤوليته. كويس. نعم. فانا دي بقى يسال عنه الوزير. يسال عنه. هو ايه حياتك العقوبات اللي بتفرض علاقات الاب الابناء؟ هل عقوبات القانون بتاعنا بخليها زي القتل العادي ولا بتبقى مغلظه ولا مخففه؟ اعتقد يعني ولو ان ده مش تخصصي انه قصه القتل بتبقى في كل الاحوال هي نفس هي العقوبه، هي. الا انه اذا دخل المرض النفسي بتتعمل لجنه وبيخفف الحكم وممكن يقضي بقيه حياته في مستشفى امراض نفسيه او عقليه. يعني لو العنصر ده ثبت ان هو فعلا يعاني من مرض نفسي فبيروح للمستشفى، يروح المستشفى ويخفف العقاب. طب حضرتك جواكي اي شعور ان احنا لازم ناخد اي اجراءات، يعني نقدر نقول اجراءات احتياطية؟ نعم. لعدم تطور هذا المشهد انه يصل الى كونه ظاهرة؟ يعني الى حد ما برضو الاعلام له دور كبير قوي. يعني حضرتك بتعمليه النهارده ده انا بشكرك عليه حقيقه، لانه انت بتنبهي وفي نفس الوقت يعني بتطلقي العنان انتبهوا ايها الساده، يعني مش مفروض يبقى في صمت، المفروض يبقى في على الاقل حلقات بتناشد البعد الثقافي انه اذا لاحظت اي حد من افراد الاسره يعاني من اعراض غير طبيعيه حاول تقدم له المساعده بانه يعرض نفسه على طبيب. هل مشاكل الاسره
وحياتك اكيد طبعا عارفه قانون الرؤيه ومشاكل الطلاق صحيح ومشاكل الاختلافات ما بين الزوجين او المطلقين صحيح ما الى ذلك. هل حضرتك شايفه ان ده ممكن يكون احد الاسباب ان حد فيهم يفكر يتخلص من الرابطه اللي بتربطهم بيهم هما الاثنين، او علشان ينتقم من الطرف الاخر؟ ما ممكن دي تحصل بس يعني بنسبة قليلة جدا، اصل انا ليه ومع بقول وجود لحضرتك، لان انا العوامل دي. استغربت جدا ان اول ما نزلت البوست ده على صفحتنا في البرنامج، ايوه اول ما نزل كل اللي شاركونا، مش ايوه طبعا مش كنا نقول معظمهم، نعم كلهم عندهم قضايا رؤية امهات او اباء، نعم والاثنين كل طرف بيتهم الطرف الاخر، وعلشان كده انا مش بوريكي ابني، وعشان كده انا مش ببعت عندي ابنك. ما دي خطيرة، دي خطيرة جدا. بصي بره عشان مثقفين وعندهم درجة من الوعي، لما بينفصلوا بيستنوا أصدقاء، وهنا برضو في طبقات اللي هي عندها ثقافة عالية برضو بيستنوا أصدقاء. مش لازم ندمر بعض عشان انفصلنا، ودي برضو ثقافة لازم نتعلم ازاي نحمي نفسنا وأولادنا، بأن مش معنى الانفصال دي شركة فشلت خلاص، كل واحد هيبتدي حياة جديدة، ما يبصش لأنه يدمر القديم. دي ثقافة برضو، إنما للأسف اللي بيحصل ويغذيها العلاقات الأسرية بقى، إذا كان الزوجة لها أهلها وهو له أهله، وابتدي بقى هل للأسف دي حضرتك معدلات الطلاق المرتفعة جدا، وده ما بدأش من النهاردة، نعم معدلات الطلاق المرتفعة بقى لها سنوات. بقى لها سنوات، صحيح يعني في من اللي هم دلوقتي متزوجين حديثا صحيح كانوا من عائلات مطلقة، لأن مطلق الطلاق بادئ للأسف. في مصر بقاله فترة، أعتقد من بداية ظهور قانون الخلع كمان بدأ نسبة الطلاق والانفصال تعلى أوي. هل حضرتك اللي بيقوموا بالجرائم دي ممكن يكون ده برضو ناتج عن انفصال الأبوين أو عدم وجود ممكن جو ده، عام أسري ايوه يساعدهم ممكن على قوي. شوفي بقى حياة طبيعية؟ المرض النفسي بيجي، او يعني العقد النفسيه ممكن تيجي من اضطراب العلاقه ما بين الاب والام. ممكن الطفل بيجي له حاله نفسيه معينه، ممكن يجي له حاله من الصراع في الطفوله بيتولد عنها مرض. فاذا العلاقات الاسريه لما بيبقى فيها توتر واضطراب وعدم استقرار، ده بيأثر اكيد على الاطفال وبيصابوا بامراض. بس حياتك العلاقات الاسريه عشان تبقى سليمه ونحافظ على الاسره ونحافظ على الاجيال، لازم يعتمدوا على نقطتين مهمين جدا: التكافؤ الاجتماعي عشان اللي لسه هيتجوزوا، ايوه والتوافق النفسي. يبقى في توافق نفسي وتكافؤ اجتماعي عشان بعد يبقى في عقلانيه في الاختيار، وبعد كده في العلاقه لابد يبقى دوري فيه حوار ما بين انا عملت ده وزعلتك، انا عملت ده وزعلتك، معلش نتفق من جديد على ان ما نعملوش، نجدد العلاقه ونرشدها طول الوقت. انما لما بيحصل تراكم تراكم، ان انا شايله وزعلانه وانت، وبعد كده بيحصل الصدام والانفصال. طب خليني ارجع مع حضرتك يا دكتوره سوسن، سنوات بسيطه ماضيه نعم كان قتل الزوجات للازواج في الاكياس، ده كان حضرتك يعني هو ترند مظبوط، حصل وكان يعني حتى الموضوع ده انقلب بقى كوميديا ساخره بين الازواج والزوجات، لان طبعا كان نسبه بعض الزوجات اللي الحالات بتقتل ازواجها كان بدات برضو تظهر بمعدل مرتفع. مش بسيط فعلا. طيب لما حصل ده، هل حضرتك تفتكري قانون زي قانون الخلع مثلا طبقا لدراساتكم ايوه قلل معدل قتل الأزواج ولا ما فرقش؟ لا اكيد، ما حضرتك شايفه ما بقاش الكياس الاكياس والتقطيع مش يعني قلل. يعني قانون زي قانون الخلع هل كان له سبب نقول مؤشر إيجابي لانخفاض مستوى القتل بين الزوجات للأزواج أو العكس؟ هو فعلا لا، في الزوجات للأزواج عوامل كتير. اولا فرصه الطلاق دلوقتي ما بقاش الزوجه تخاف تطلب الطلاق لان اعتمدت على نفسها اقتصاديا لحد كبير، فما بقاش وصمه كمان الطلاق زي زمان. فبقى ده حل، بدل لما اقتل ما ساعات ما بيرضاش يطلقها، فالخلع برضه حل، في حلول بديله من انك تخلصي على الزوج يعني. طب دي ما انا بسال ليه السؤال ده يا فندم؟ اتفضلي. طب هل احنا بقت الجرائم في المجتمعات مش بس مجتمعنا ايوه مراحل؟ يعني في مرحله كانت بتتسم، مش هنقول بتتسم، يعني كان فيها يعني بعض الظواهر لقتل الزوجات لازواجهم، ايوه واحنا دلوقتي بنمر بمرحله قتل الاباء والامهات لاولادهم؟
لا مش هي مش مراحل، هي ظروف بتتغير. يعني ايه؟ يعني في مرحلة اللي سافر فيها الأب للخليج وقعد سنوات، لما جه يرجع ما بقاش مقبول خلاص، حصل نوع من التعود على انه هي تعيش لوحدها، واحيانا بيكونوا علاقات اخرى، ولما بيجي الزوج بتبقى مشكله مش عارفه تتخلص منه، لان هي سابها سنوات. والعكس صحيح، ممكن بيروح يتجوز هناك وبيسيبها هي هنا، برضو العامل المادي هو اللي خلاه يسيبها وتسافر، وخلاه يرتبط هناك او خلاها هي ترتبط باخر هنا. فدي كانت فتره، بس اعتقد انحصرت مساله السفر للخليج، يعني ما فعلا بقتش طبعا زي دي الاول. فتره. احنا معانا مداخله الاستاذ محمد بدوي مجاهد من علماء الازهر. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا 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 بيك يا بحضرتك يا فندم. اهلا دكتور. بحضرتك، اهلا وسهلا. انا يا سيدي الشيخ، اتفضل. اهلا تعليقك وسهلا. ايه يا فندم على الظاهره الغريبه الفتره الاخيره لقتل الاباء والامهات لاولادهم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني احنا ما نقدرش نسمي دي بعد إذن حضرتك طبعا ظاهرة، هي مش ظاهرة. لا لا طبعا هي مش ظاهرة، لكن هي يعني أمور فعلا أصبحت بترى للأسف، وده يعني أمر بينكره الدين إنكار تام، لأن مفترض أن الأبناء هم مسؤولية مشتركة بين الوالدين، حتى أن الله تبارك وتعالى بيّن في محكم كتابه هذه المسؤولية، وأن الآباء مسؤولون مسؤولية كاملة وتامة عن مراعاة الأبناء والبنات. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلو أن كل الآباء علموا بأن الأبناء مسؤولية تجاه آبائهم، وأيضا مسؤولية مشتركة تجاه أمهاتهم، لقام كل من الوالدين بالدور الذي خول له من قبل هذا الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لما نيجي يا دكتور نشوف إزاي الدين بتاعنا جعل سعي الآباء والأمهات في صحيفة حسنات الزوج، وأيضا في صحيفة حسنات الزوجة، هنشوف قد إيه الأب عليه مسؤولية كبيرة تجاه الأبناء وتجاه البنات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع بعض أصحابه، فرأوا رجلا شابا نشيطا يسعى، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو كان سعي هذا الرجل ونشاطه وقوته في سبيل الله لكان ذلك خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان قد خرج يسعى على نفسه يكفها عن المسألة فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج يسعى على أبنائه صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. فلو ان الاب عرف ان الجنيه اللي بيكسبه ده واللي بيحط منه الطعام والنفقه في فم الاولاد والبنات والزوجه بياخد به ثواب واجر من الله تبارك وتعالى، لدفعه ذلك الى مزيد من توفير الراحه التامه والقيام باعباء هذه المسؤوليه تجاه الأبناء والبنات. حتى إن الأب لو فهم ما عليه من هذه المسؤوليات لا أقام نفسه. أشكرك يا سيد الشيخ، أشكرك يا فندم، أشكرك على علمك. زي ما حضرتك قلتي، إحنا محتاجين توعية دينية أكتر، لأن ديننا بيرفض كل هذا. بس خلي بالك إن عندنا أباء وأمهات
لجيلين او ثلاثه محتاجين تاهيل لكيفيه التربيه السليمه. طب حياتك التاهيل ده كان برضو اشار اليه القياده السياسيه ان هنعمل تاهيل ما قبل الزواج كمان. نعم. طب في الوضع الحالي دلوقتي نعم. هل في اي دورات تاهيليه من خلال الاعلام؟ الاعلام يا فندم ده بيدخل كل بيت، هتقدري ازاي توصلي لكل الملايين دي الا من خلال ده بقى سلاح ذو حدين، يا يعني ان ما استفدتيش بيه ايجابيا بالتاكيد هيروح الناحيه السلبيه. أيوة. فاحنا عايزين احنا عندنا برامج كتير و24 ساعه الميديا شغاله وقنوات كتير بالظبط، يعني يدوا حضرتك فرصه للي بيربوا انهم يربوا باعتدال ووسطيه ويخلوا بالهم وينبهوا لايه اللي ممكن يخليهم ينحرفوا او يخلي عندهم برود نحو ابائهم وامهاتهم، وينبهوا الام بالذات. الام لو اعددتيها عددتي فعلا شعب طيب الارض. فده مهم جدا جدا، يعني انا شايفه قصه العنايه بالاسره هي اساس كل المشاكل اللي احنا والظواهر اللي احنا بنعاني منها. وهو كان رئيس الدوله قال في الخطاب السياسي الاخير انه العمليه في سوري في المؤتمر الشباب الاخير قال قصه انه بناء الانسان المصري مش مسؤوليه الحكومه. فانا مختلفه مع سيادته بصراحه، ده الحكومه متمثله في التعليم والإعلام والثقافة والمؤسسة الدينية، بالتأكيد مسؤولية المؤسسات دي في بناء الإنسان المصري، بل وإعادة صياغة تفكيره وسلوكه اللي احنا بنقول عليه دلوقتي. فلازم يقعدوا ويتفقوا على هدف مشترك يدعموه كل بحسب تخصصه، ويكون في تكامل وتنسيق وتناغم مستمر بينهم لخلق مناخ صحي طارد هذه السلوكيات المنحرفة. أشكرك يا دكتورة. دكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس الاجتماعي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، شرفتينا يا فندم. أنا اللي بشكرك وبحييك على اختيارك للموضوع، وأرجو أن يكون في متابعة إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا وصلنا كده لآخر فقرتنا الأولى، هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني ونشوف الطلاق الصامت. ابقوا معنا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، ومشرفنا في الاستوديو الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. أهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك. الطلاق العاطفي، لقيت حضرتك أن ناس كتير جدا متجوزين على الورق ومتجوزين اجتماعيا كواجهة، لكن حضرتك ما فيش بينهم وبين بعض أي عاطفة من أي نوع أو حتى مشاركة. يعني ربما يكون في ناس ما فيش عواطف وبيتشاركوا، ده حتى المشاركة مش موجودة. ايه رأي حياتك في الطلاق العاطفي؟ طبعا الطلاق العاطفي انتشر كتير جدا في البيوت وموجود بكثرة، واللي احنا هنتكلم عليه النهاردة كل الناس اللي قاعدة في البيت او كل الازواج هيفصلوا الحالة عليهم بالظبط وهيعرفوا فعلا ان هم في المرحله دي. الطلاق العاطفي اللي هو الايموشنال دوت حاجه عن انعدام المشاعر والاحاسيس ما بين الزوجين. ايوه، يعني ده بيوصلوا لمرحله ان الطرفين بيهجروا بعض، مفيش اي مشاركه، مفيش اي كلام، مفيش اي تقدير، مفيش اي احترام ما بين الطرفين، فبيوصلوا المرحلة احنا بنصنف الحالة دي بحاجة اسمها الطلاق العاطفي. طلاق عاطفي. بس الطلاق العاطفي هم ده عايشين في بيت واحد ومتزوجين على الورق وهو مسؤول عنها او ايا كان، والدنيا ماشية مظبوطة، موجودين مع بعض في الحياة لظروف معينة بتجبرهم ان هم يستمروا وان هم يكملوا، بس للأسف الشديد ان هم مش قادرين ياخدوا الإجراءات الصح اللي يقدروا يكملوا الحياة بطريقة صحيحة. مش عارفين يعملوا كده. طيب لما نيجي نبص الطلاق العاطفي ده، هو طبعا هنعرفه للسادة المشاهدين، وبعد ما نعرفه هنقول ايه المراحل بتاعته، وفي النهاية هنقدم الحلول. طيب اتفضل. الطلاق العاطفي ده اتنين وصلوا لحاجة اسمها انعدام في المشاعر. احنا عايشين مع بعض
موجودين في بيت واحد. هل انعدام في المشاعر ولا ممكن يبقى كره؟ لا هو مش بيوصل للكره، مش بيوصل للكره. في حالات معينه بتوصل للكره، دول اللي خلاص بيكونوا متفقين ان احنا هنوصل الطلاق ده لطلاق رسمي على الورق، وكل واحد يعيش حياته بالطريقه اللي هو عايزها. ايوه. الطلاق العاطفي ده زي ما قلنا انعدام المشاعر ما بين الطرفين اللي عايشين مع بعض في بيت واحد، وخصوصا الازواج. ايوه. في مرحله الخطوبه دي اسمها مرحله الانجذاب، كل طرف بينجذب للطرف التاني. تمام. بيبقى فيها كده مرحله اسمها مرحله الحب المتوهج. اعلى درجات الحب، اعلى درجات الافراط في المشاعر، اعلى درجات الافراط في الفرحه والسعاده. ايوه. في مرحله الخطوبه كل واحد بيتمايل على نفسه شويه علشان يسعد الطرف التاني. كل واحد مش شايف في الدنيا غير الطرف التاني، بيفكر. هل بيحاول يسعده يا دكتور ولا اوقات بيبدي ما ليس فيه؟ يعني كل واحد يحاول يظهر انه افضل حاجه في الدنيا فبيبقى فيه سعاده، وبعد لما يتجوزوا كل واحد يبان على طبيعته. لا هي مش موضوع طبيعه. الموضوع ان احنا في مرحله الخطوبه افرطنا في مشاعرنا بقوه. حضرتك شايف ان ده سبب تقصد؟ اه طبعا سبب رئيسي ان احنا افرطنا في المشاعر بقوه، يعني كل طرف شايف مش شايف في الحياه غير الطرف ده، بيفكر ان هو يسعده، بيفكر ان هو يحتويه، بيفكر ان هو يطبطب عليه، بيفكر ان هو يعمل له حفله وده كويسه. يا دكتور. هو انا دايما بقول للناس يعني دايما الاعتدال في استخدام اي شيء في الحياه مفيد لينا ومفيد لصحتنا النفسيه. انا مش عايز الناس يكون في فرط المشاعر، نسيب شويه متبقيين. طب هل ده بايدين الواحد لبعد يعني الجواز؟ لما يجي حد واحده تتخطب وتحب خطيبها وتلاقيه هو كمان بيبادلها الحب، هنقول لها قللي من مشاعرك وسعادتك وما تخلوش كل حياتك؟ ما هو دي فتره سعيده. انا مش بتكلم على التقليل، ان انا مثلا ما اتكلموش او ان هي تبعد نفسها عنه. لا انا بتكلم ان ما ناخدش كل حاجه حلوه في اول فتره احنا متعرفين فيها على بعض، وما نسيبش في النهايه اي شيء. حياتك قصدك انهم ما يدخلوش في العلاقه قوي في الخطوبه؟ يعني انا دلوقتي كدا؟ الحب ده درجات. الحب ده مواقف، الحب ده عشره، الحب ده عباره عن تسلسل احداث بتمشي ورا بعضها. كل يوم هي القصه بتاعت الحب بتبدا ازاي؟ بتبدا بانجذاب، وبعد الانجذاب بنخش المرحله الثانيه اسمها مرحله الحب. ايوه. وبعد الحب بنخش في مرحله التعلق، بيبقى حب وتعلق، وبعد كده بنخش المرحله الاخيره اسمها مرحله العشق. بيكون بقى في عشق. دي المراحل. ايوه. احنا مشكلتنا ان احنا بنقطع كل المراحل دي بسرعه 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 بسرعه، حتى لو كانت فتره الخطوبه صغيره او فتره الخطوبه كبيره، بس احنا بنطلع كل حاجه عندنا. يعني مثلا ما انت ما تقنعنيش ان انت بتفكر قبل عيد ميلاد خطيبتك قبلها بشهر وشهرين ان انت تعمل لها عيد ميلاد حاجه كبيره واو جدا، وتيجي بعد سنه الاولى من الجواز تنسى اصلا يوم عيد ميلادها. طيب ما تخليني ارد على حضرتك اقول لك، لما هو عمل ده قبل الجواز كان بمشاعره، ولما ما عملهوش بعد الجواز لان مشاعره اتغيرت. ما احنا بنتكلم على كده بقى، ده اللي هو اسمه الطلاق العاطفي. طب هي اتغيرت ليه يا دكتور؟ اتغيرت ليه؟ الناس بعد فترة الخطوبة، احنا بنقول مرحلة الخطوبة دي ان كل طرف بيكتشف الطرف التاني، كل طرف بيشوف بعض المواقف المعينة، بنتمايل مع بعض شوية في الصفات، بنحاول نقرب من بعض بطريقة شيك وبطريقة جميلة. سوي. تمام؟ وبنبقى في الحالة دي أسعد ناس في الدنيا. تمام. لأن احنا لما أنت بتحس بحب الطرف التاني بتحس إن أنت تمتلك الدنيا وما فيها. أيوة. حتى لدرجة إن أنت بتبقى ماشي في الشارع ما بتبقاش شايف أي حد. مش مركز غير مع الانسان اللي انت بتحبه. كويس قوي. جميل؟ تمام. بعد كده لما بيحصل ما بينهم بقى ايه؟ الاندماج في الشخصيه، ولما بيحصل ما بينهم التقارب الفكري والتقارب المعنوي والكيمياء التوافقيه بتاعه الحب. بيقرروا ان احنا عايزين نتجوز. كويس. مفيش اتنين مش منسجمين مع بعض هيقرروا الجواز. مظبوط. الخطوبه بتفشل. وبتنهار وكل واحد بيشوف طريقه. لكن طالما اتجوزوا يبقى معناها ان كان الخطوبه ناجحه. الكيمياء التوافقيه بتاعت الحب ما بينهم كانت جميله جدا وكانت وصلت لاعلى درجاتها، فقرروا القرار ده ان هم عايزين بقى يعيشوا مع بعض ويعيشوا كل التفاصيل بقى اليوميه كلها مع بعض ويكونوا في بيت واحد. ايوه. خلاص؟ بعد كده بيتنقلوا المرحله الاولانيه من الجواز. مشكلتنا ان احنا بنتعامل مع الجواز ده بكتالوج.
مشكلتنا ان احنا بنتعامل مع الجواز ده بورقه وقلم. ازاي؟ احنا خلاص بقى اتجوزنا، يبقى انت عندك مسؤوليات، واحد اتنين تلاته لازم تعملي الحاجات دي. انت لو قصرت في هذه الاشياء انت كده مش هتبقي قادره ان انت تفتحي البيت كويس. برضو الزوجه بتبدا تطلب من جوزها بعض، كل واحد يقوم بواجباته ومسؤولياته، كل واحد يقوم بالواجبات والمسؤوليات بتاعته. بس المسؤوليات المشكله ان هي بتيجي في صوره اوامر، ولما بتيجي في صورة أوامر وقيود بتطلع بتبقى صعبة شوية. أي إنسان في الدنيا لما بيحب يعمل حاجة بإرادته وبمزاجه بتطلع جميلة جدا، لما بتغصب على شيء معين ما بيطلعش حلو. يعني نقدر نقولها إن عدم انتقاء الأسلوب الناعم المناسب في التعامل بين الزوجين. هنكمل. تمام. هنكمل عشان هي رحلة طويلة. يبقى دي واحدة. لا ده احنا لسه هنكمل. ما أنا عارفة دي أول واحدة. هنخش جوه شوية. دي أول واحدة. بعد مرحلة الجواز الأولانية خلاص اتجوزوا وعاشوا في بيت واحد، الشهور الأولانية في تقارب طبعا، تقارب من أنواع تانية مظبوط، وفي بقى برضو في درجات الحب بتبقى موجودة تمام. أي حاجة جديدة ليها رونق، أي حاجة جديدة ليها شكل، ليها طعم، ليها لون، ليها معنى. بنرجع بعد ما بنخلص الحالة بقى الجديدة، زي اللي مثلا اشترى مثلا شميز جديد، من كتر حبه ليه ممكن وهو نازل في كل مشوار يلبسه. يعني بالظبط. في مره واحده يزهق منه. جه بقى مش يزهق، جه بقى يقلل مرات اللي يلبسه في يلبس الشميز ده فيها. مظبوط. فخلاص ده طبيعي، يبقى اي حاجه جديده ليها رونق. واي حاجه جديده بيبقى ليها طله كده في الاول، وبيبقى ليها كده ايه جمال وشياكه كده في الاول، فبتبدا الحاجات دي بتبدا تقل. كويس. المشاعر تدريجيا، المشاعر تدريجيا بتبدا بيحصل لها ايه؟ بتبقى ماشيه كده. وبتبدا جايه من مرحله الخطوبه بتبقى عاليه، بتطلع لقمه تنزل لغايه ما تبقى ستيبل او قمه الجبل، وبتبدا تدريجي بقى في النزول لغايه لما تستقر على حاجه معينه. يعني هي بتبقى جايه من الزيرو، الحاله الاولانيه خالص في مرحله لسه بتعرفوا على بعض، ابتدت المشاعر دي تعلى 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 لقمه المنحدر فوق، والطبيعي ان اي حاجه عليت قوي فالطبيعي ان هي ايه هتنزل. كويس. بس خد بال حضرتك ان مش كل اللي اتجوزوا ومش كل اللي مروا بالمراحل اللي حضرتك بتحكي عليها دي بيوصلوا لمرحله الطلاق العاطفي. يعني في ناس كتير كانت عندهم مشاعر متاججه قوي في الاول واتجوزوا وحصل التدرج في تقليل هذه المشاعر، وبعدين وصلوا لمرحله الايه الثبات وعاشوا العمر من غير طلاق عاطفي. ما احنا بنتكلم على كده. ليه بقى في ناس بيحصل لها طلاق عاطفي؟ ما الناس اللي بيحصل لها كده ليه؟ ما احنا اللي احنا بنقوله في فروق فردية ما بين الناس وما بين الأزواج. في ناس أنا يعني مستقرين وحياتهم كويسة وبيعبروا عن الحب أيوة. لبعضهم وماشيين حياتهم زي الفل، وكل واحد قادر يصارح الطرف التاني على احتياجاته. أصبحت. وكل واحد ما بيستحملش ان الطرف التاني يزعل منه لمدة دقيقتين أو ثلاثة، وبيقدر ان هو يعمل فلترة أو تصحيح للحاجات اللي بتقع في المشاعر والأحاسيس وبيعالجها. أيوة. ده كده زي الفل، ده كده هيمشي حياته كلها، ده ما عندهوش مشاكل بخط مستقيم، وكل طرف من الاطراف تعود على حاجات معينه من الطرف الثاني بيلاقيها وبيتم اشباعها وبيتم اشباع الحاجات والاحتياجات، فالدنيا بتبقى ماشيه كويس. انا بتكلم على الناس بقى اللي هي بتوصل لمرحله ان بعد الجواز الحب ده اصلا بيختفي. طيب انا اسفه ناخد المداخله دي. معانا ايمان من القاهره. اهلا يا ايمان. اهلا بيكي. اتفضلي. اهلا بيكي اتفضلي. هو انا اختي الكبيره انفصلت بعد زواج فتره طويله، وكانت بتحب زوجها جدا، وكانت حد مهتم بنفسها واكتف جدا وحد عايش حياته كويس جدا جدا، وبعد انفصالها بدات تعي امراض كتير قوي قوي، بدات تهمل في نفسها وبدات ترقد، وبقت جالها عاشت في ديبريشن سنين طويله، حتى رافضه انها تتجوز حد تاني، رافضه انها تشوف اصحابها، رافضه مش عارفه تطلع من الحاله دي، بنحاول نطلعها منها مش عارفه، حتى قافله على نفسها تماما يعني. فهل ده ليه علاج؟ وبقالها سنين يعني الموضوع طال، يعني حتى من حد شوي قوي مهتم بنفسه قوي محب للحياه قوي لحد قافل قوي لحد زاد حوالي 40 كيلو عن وزنه الطبيعي، امراض كتير، عياط، مش عارفه اطلع من ده بقالها سنين يعني. وعايزه رقم الدكتور وعايزه الدكتور يفيدني. ميرسي جدا لحضرتك. اشكرك يا ايمان. اتفضلي يا دكتور. طبعا هي الحاله اللي هي بتتكلم عليها هي علاقه عكسيه. ازاي؟ ان حد كان عنده ثقه في الحياه جدا وثقه في الطرف الثاني جدا، وكان مهتم بنفسه وكان بيحب نفسه قوي. ومرة واحدة حصل له دروب عاطفي. الدروب العاطفي ده بعد ما ادت الثقة وادت كل حاجة للطرف التاني، وكانت مأملة عليه في حاجات كتير في حياتها، فحصل انفصال. دايما التجربة التانية او الاختيار في التجربة التانية بيكون اصعب بكتير من اختيار في التجربة الاولى. أيوة. على فكرة التجربة الاولى اختيارها ما بيجيش بارادتنا.
بيجي بالقلب، التجربة التانية بالعقل. التفكير بيجي بيها في العقل، ودايما بنحط قدامنا مساوئ وعيوب التجربة الأولى، فدايما بنكون حاسين بالخوف والقلق والتوتر، وبنكون مترددين جدا في اختيارنا، حتى لو ظهر قصة حب وبنحب بس بنكون خايفين. فطبعا الحالة دي حصل لها دروب بعد ما كانت بتحب نفسها، بتحب الحياة، عندها ثقة في نفسها، حكاية انفصالها عمل لها اهتزاز أو عدم ثقة بالنفس، فوصل الموضوع ان هي تخش ديبريشن، مراحل اكتئاب. ايوه طبعا هو الموضوع ليه علاج، يعني هو رقمي معاه في الكنترول. يعني الكنترول هيدي حضرتك الرقم، بتكرمي اتصلي مره كمان. حصل بالفعل اتقطع الرقم. طيب معانا مين؟ معانا محمد من اسكندريه. الو. ايوه اهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. ازيك يا دكتور؟ بحضرتك اهلا بيك. ازيك يا محمد؟ ربنا يخليك. اهلا بيك يا دكتور. ربنا يخليك يا محمد. دكتور انا بقالي 7 سنين متجوز. تمام. وانا ومراتي بقالنا مثلا سنه ونص. تمام. خلاص اتفقنا يعني بعد كل المشاكل اللي عدينا بيها ومشاكل احنا الاثنين مش قادرين نستحملها، قلنا مش هنتطلق عشان احنا الاثنين في مناصب مرموقه وشغلنا ما يسمحش بده، ولا بيتنا ولا اولادنا يعني ينفع يتربوا في بيت باثنين متطلقين. فاتفقنا بقالنا سنه ونص على كده تقريبا ان احنا كل واحد بيتعامل لوحده. يعني انا في حالي وهي في حالها، هي بتنام في اوضه وانا بنام في اوضه، كل واحد ملوش يعني سلطه على الثاني بمعنى صح. طيب اقول لك حاجه يا محمد. قول لي. هو طبعا انتوا كنتوا متجوزين فتره طويله وبعد كده قررتوا، بس انت قلت لي شويه اسباب عشان تستمر هذه العلاقه، فالاسباب دي للاسف خاطئه. ازاي؟ انتوا بتقولوا ان احنا في مناصب مرموقه، فعشان كده مش عايزين نظره المجتمع ونكون ان احنا مطلقين، عايزين عشان خاطر اولادنا والاستقرار. في حاجه اهم من كده، في حاجة أهم من كده كنت المفروض تحطوها في عين الاعتبار، إن أنتوا عايزين تكملوا مع بعض علشان أنتوا محتاجين بعض وبتحبوا بعض ونفسكم إن أنتوا تعيشوا حياتكم مع بعض. كده للأسف العلاقة فيها حالة من الجفاف. يعني إيه من الجفاف؟ العلاقة كده ما بقتش موجودة على أساس صلب. أنت بتنام في أوضة وهي بتنام في أوضة، هو فين العلاقة؟ أنتوا مش زمايل عايشين في بيت مع بعض أو أصدقاء عايشين مع بعض، لا ده أنتوا اتنين متجوزين. انت ليك حقوق ومسؤوليات عند زوجتك، وزوجتك ليها حقوق ومسؤوليات عندك. محمد انتوا لازم تقعدوا تاني مع بعض، ولازم تتكلموا، لازم تبداوا يعني تفتحوا يعني الحب من اول وجديد، وتبداوا تتكلموا مع بعض وتشوفوا انتوا محتاجين ايه من بعض. لكن علشان العلاقه تستمر لظروف ضغطه خارجيه، انت اللي هتستمتع بالجواز، انت كده لا قادر لا هتحس بالجواز، انت كده ممكن اي ست تستقطبك بره، انت كده ملكش مسؤوليات ولا حقوق على الانسان اللي هي زوجتك رسمي، بس مش زوجتك في حياتك، مش زوجتك في العيشه اللي انت عايشها، انت كده مفتقد حاجات كتير. فممكن اي ست تستقطبك، ممكن يحصل اي حاجات كتير عندك احتياجات مش هتقدر تشبعها، وهي برضو نفس القصه. فياريت تفكروا في الموضوع تاني من اول وجديد، وتركنوا قصه ان وظيفه احنا عشان ما ينفعش نكون متطلقين، ولا اولاد، ولا استقرار اسره. فكروا ان انتوا تحبوا بعض من اول وجديد، فكروا ان انتوا تحبوا بعض من اول وجديد. اشكرك يا محمد. طب ما هو يا دكتور في حاجه برضه، عشان معلش انا يعني واقعيه شويه، او من كنت وكتر ما بقرا على الصفحه عندي لما حطينا البوست، هو عشان وصلوا لكده يا دكتور يبقى بالفعل هناك عدم توافق بينهم. يعني النهارده هو لما يستقروا الاثنين ان هم ينفصلوا عاطفيا، وبقالهم سنه ونص على هذا الوضع ومفيش طرف اشتاق للتاني. هما ما انفصلوش عاطفيا فقط، ده هما انفصلوا انفصال يعتبر تام. كل اللي بيربط ما بينهم حكايه ان ورقه ما بينهم اللي هو الجواز الرسمي. ايه الطريقه ان دول يرجع بينهم وبين بعض الود تاني؟ ما هو في حاجه انا عايز اتكلم عليها. اتفضل. هو المفروض يفتحوا مع بعض صفحه من اول وجديد من تاني، ويبداوا يتكلموا مع بعض، حتى لو يحسسوا نفسهم ان هم لسه في البدايه متجوزين، يعملوا شهر عسل جديد، اعملوا شهر عسل جديد وانزلوا اتفسحوا تاني من اول يعني وجديد. لازم يشوفوا حل، ما ينفعش الوضع ده يستمر. بس في حاجه انا عايز اقول لك عليها. احنا ممكن في بعض الحاجات ممكن نبدا نعالجها، بس الكيمياء ما بين الطرفين والتقارب الفكري ما بين الطرفين خلاص بقى بعيد، فاحنا مش قادرين هنقرب التقارب الفكري. فطالما ما فيش تقارب فكري، لا يبقى في تقارب جسدي، ولا يبقى في تقارب روحي، ولا يبقى فيه مشاعر. حاجه مهمه جدا، انا انت 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 عملت كل اللي عليك وعايز تصلح الطرف الثاني، وعايز ان الطرف الثاني ده يبقى بالنسبه لك حاجه مهمه.
طيب الطرف الثاني ده مش قادر يكمل، مش قادر يكمل معاك، مش عايز يكمل هم معاك، هم عندهم اولاد ومش عاوزين يتطلقوا، فربما يكون الطلاق العاطفي ما هو ده بقى حل. ما هو هيفضل أحسن هيفضل الانفصال. هيفضل طول. طيب القصه دي بقى واحد وواحده مش عايشين مع بعض، ممكن غصب عنهم اي طرف من الاطراف يتم استقطابه حسب الطبطبه والحنيه من اي عوامل خارجيه، وده ممكن يعمل مشاكل اكتر بكتير جدا على الاولاد. احنا لغايه امتى هنفضل واقفين منظر كده من بعيد زي حاجه معينه علشان خاطر الناس قالت والناس ما تقولش؟ طب فين احنا؟ ده حياتك انت عايز تعيشها، الثانيه اللي بتعدي من عمرك من غير ما تحس بالحب وتحس بالاحتواء والحنان انت كده بتخسرها، عمرها ما هترجع تاني. فكروا في الموضوع مره واثنين وثلاثه، ما مش قادرين ترجعوا خلاص مش نهايه الحياه، ممكن انت تتجوز انسانه جديده وتحس بالحب، وممكن هي ترتبط وتحس بالحب، مش نهاية العالم. معانا حبيبة من القاهرة، أهلا يا حبيبة اتفضلي. أهلا مساء الخير. مساء النور اتفضلي. ازيك يا دكتور عمرة؟ ايه؟ أهلا بيك اتفضلي يا حبيبة أهلا. بصي يا دكتور أنا عايزة أحكي على مشكلة، بس المشكلة دي أنا يعني بسببي أنا، يعني أنا اللي غلطانة فيها وأنا عارفة ده، وللأسف أنا مش عارفة أعمل إيه. يعني أنا متجوزة بقالي 3 سنين. أيوة. وكنت اعرف جوزي قبلها ب3 سنين، فيعني بينا حب قولي 6 سنين، فانا عارفه كويس جدا وحبها كويس جدا، بس انا مشكلتي ان انا واحده عصبيه جدا وشكاكه جدا، من اقل موقف ممكن يحصل ممكن اقلب الدنيا، من اقل موقف لو مثلا فتح الواتساب وانا بكلمه وما ردش عليا تبقى الليله سودا بقى زي ما بيقولوا. في الاول كان بيستحملني مش هقول لا، او ممكن كان يبعت لي سكرين شوت بالمكان اللي هو فيه بالكلام الشات اللي بيعمله مع مثلا في جروب في الشغل عنده او حاجه، وانا من النوع اللي بتعصب، بس مجرد ان هترديني انا بنزل على مسج كده زي ما بيقولوا. المهم الموضوع اتكرر معايا لدرجه ان انا حسيت ان انا بقيت سخيفه، بس انا مش بعرف اعمل كنترول في نفسي. كان في الاول بيرديني جدا جدا وبيهديني كده زي ما بيقولوا، كمان دلوقتي اصبحت ان انا مهما اعمل خلاص هو ما دلوقتي خلاص. انت عارفه ليه؟ لانك انت خلصتي طاقته النفسيه، خلصتيها شطبتيها في اول 3 سنين جواز، لان انت على طول شك عدم ثقه على طول نرفزه على طول عصبيه، فهو وصلتي لمرحله مرحله بلاده، يعني بقى هرضيكي مش هرضيكي هو كده كده مش نافع، فما بقيتيش فارقه معايا. فلازم التغيير يكون من عندك انت. ازاي؟ انت عارفه ان هو بيحبك وكنت على علاقه حب قبل ما تتجوزوا، فبلاش الوساوس، بلاش الشكوك تفسد جمال وحلاوة العلاقة. حاولي تبدأي مع نفسك صفحة من أول وجديد، خلي فيه ثقة، رجعي المسافة اللي ما بينك وما بين جوزك اللي أنت السبب فيها شكك عدم ثقتك فيه. وصلتي لمرحلة إن هو بقى أنت بالنسبة له ما بقيتيش فارقة معاه، اللي هو خلاص بقى أنا هقعد أحكي لك مش هحكي لك، ما بقتش فارقه لانك ما بقاش في اي حاجه بترضيكي. فهو وصل لمرحله ان انت شطبتي على طاقته النفسيه وخليتيه وصل لمرحله من الاحباط. فعلى فكره سهل جدا ان انت ممكن تخسريه قوي، سهل جدا ان هو يجي في لحظه يقول لك انا مش قادر اكمل معاكي انا تعبت. فلازم تتغيري تتغيري تتغيري. اشكرك يا حبيبه. طيب حضرتك مش ممكن يكون الشك اللي عندها ده زايد شويه؟ يعني يكون شك محتاج معالجه؟ انا لا لا محتاج علاج ولا حاجه شايفه ده طبيعي؟ لا لا، هي بتحبه حب امتلاك. يعني حب امتلاك يعني ده مش محتاجه انها تاخد اي مساعده؟ لا لا لا، هي اصل هي دخلت حاجه، قالت هي انا، هي في اول المداخله خالص قالت انا بعترف ان انا غلطانه في الموضوع. أيوة ده. أيوة. وبعترف ان انا عصبيه. مشكلتنا ان احنا بنبقى عارفين العيوب اللي عندنا بس مش قادرين نحلها، حاطين ايدينا عليها وعارفينها في كذا حاجه كده، بس مش قادرين ان احنا نعالج هذه العيوب. بس انا بقول لها الراجل بيحب الهدوء، الراجل بيحب الاستقرار، الراجل بيحب الحنيه، الراجل بيحب ان انت تبادليه نفس الشعور. هي واضح انها بتحبه جدا. طبعا هي بتحب حب امتلاك، فالحب الامتلاك ده بيقلب بحاجه اسمها الغيره المرضيه. يعني ايه غيره مرضيه؟ انت فين؟ طب ابعت لي لوكيشن. انت في، طب اعتبر ان مكان ما التكنولوجيا بتاعه اللوكيشن والحاجات دي مش موجوده، هتتعاملي معاه ازاي؟ لازم يكون في ثقه، ادي الراجل مساحه من الثقه. لو اكتشفت ان في حاجات معينه من حقك تقفي ومن حقك تتكلمي، بس طالما الراجل كويس والراجل بيحاول يرضيكي وبيحاول يسعدك، بس للاسف انت خلصتي الطاقه النفسيه بتاعته بدري بدري من اول 3 سنين. يبقى ده كمان نقدر نحطه على الاسباب اللي حضرتك كنت بتشير اليها للطلاق العاطفي.
تمام. اللي هي العصبيه، الشك، النكد. مش ده نكد يا دكتور؟ ده نوع من انواع النكد. وحاجه كمان عايز اقولك عليها، ده في حاجات من اهم الاسباب لهدم اي علاقه زوجيه، الشك. ان انا على طول شاكك فيك، ان انت لو نزلت تعمل حاجه من السوبر ماركت ابعت لي لوكيشن، انت بتعمل ايه، انت تليفونك ويتنج، انت بتكلم مين. الشك ده شك بقى على الفاضي وعلى المليان. ماشي، من حقك ان انت تتابعي جوزك، بس مش من حقك ان انت ايه تراقبيه. الحاجه الثانيه كمان قله الثقه. الشك ده بيحولنا لايه بقى؟ لحاجه اسمها قله الثقه. انا مش واثق فيك. انا كده بوصل لك رسائل بطريقه مباشره ان انت مهما عملت ومهما كنت حلو انا مش واثق فيك. بوظ بقى، بتدي احساس للراجل ما انا كده كده ملطوط وكده كده مظلوم، يلا بقى بوظ. يعني ممكن هي اللي تزقه انه يخونها. ما هو دلوقتي، هو دلوقتي حافظ على بيته، ودلوقتي قافل على الدنيا وقافل على الدنيا، ومتهم للنهار، ومتهم ليل ونهار. طب انا متهم وانا ما بعملش حاجه، طب هعمل بقى. ما هي كده كده انا كده محطوط في خانه مش كويسه، او محطوط في خانه سيئه، يبقى بقى انا محسوب عليا ان انا وحش وانا مش وحش، لا انا هعمل بقى. طيب خليني اسال حضرتك سؤال. نفترض ان احد الزوجين عمل خطا كبير، زوج مثلا زي ما حضرتك اشرت خان زوجته، وفعلا هي تاكدت من الخيانه وسامحت وقرروا يكملوا حياتهم مع بعض، هل ممكن يا دكتور يكون السماح ده خارجي لكنه كسر حاجه بينهم فبتكمل في طلاق عاطفي؟ بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا دكتوره. طول ما هم عايشين مع بعض هيكتشفوا عيوب في بعض، تمام؟ ممكن يكون زي ما انت بتقولي اكتشفت ان الراجل فيه خيانه مثلا، حاجه مضحكه قوي يعني. وارد جدا على فكره، يحصل كتير، وارد جدا ويحصل كتير. اكتشفت ان جوزها مثلا على علاقه مع حد، وجوزها اعترف لها ان ده خطا، وان هو ما كانش مدرك او ما كانش واعي. احنا كلنا بني ادمين، وكلنا مش معصومين من الخطا، وارد جدا ان احنا نغلط، واعترف لها ان هو خطا وان هو مش هيكرر هذا الشيء تاني. الست لازم تفتح المساحه شويه، مساحه السماح، عشان الحياه تكمل. في فرق ما بين راجل بتاع نزوات وحياته كلها علاقات مشبوهه، ايوه، وعلاقات نسائيه، وراجل اخطا مره، وراجل يعتبر اخطا مره، فممكن الست تسامحه وتفتح صفحه جديده معاه، ومش كل شويه تقول له ايه ده فاكر انا سامحتك بالظبط في القصه اللي انت كنت عملتها. انا ما اعرفش ايه انت، لا انت ممكن تغلطي غلط بس من نوع تاني، هو غلط غلط من حاجه معينه. الاثنين طول ما هم عايشين مع بعض في اخطاء كتير لازم هيمروا بيها، ده شيء طبيعي. احنا هننكر؟ لا طبعا ما نقدرش ننكر. في اخطاء، في حاجه اسمها اخطاء وحاجه اسمها تدارك الاخطاء. يعني ايه تدارك الاخطاء؟ احنا الاثنين بنمسك في ايدين بعض ويلا نزق في الدنيا ونزق في الظروف ونكمل ونستمر ونعدي عشان نوفر لنفسنا الاستقرار. طيب حضرتك تقول ايه للست اللي مش قادره تسامح؟ يعني يمكن انا يعني مقتنعه شويه ان عدم السماح ممكن يعمل في وقت من الاوقات طلاق عاطفي. ممكن هي اتجرحت قوي وما قدرتش ان هي تعدي المرحله دي. بص اقول لك حاجه، ازاي الست تسامح؟ تسامح ازاي؟ ما هو السماح ده حسب وقوه الخطا اللي تم ارتكابه. هل ان الخطا ده مره وخلص وانتهى، او هل ان الخطا ده متكرر وشغال ولا لا؟ يبقى لو مره يبقى ممكن اسامح فيه. معانا هبه من القاهره، اهلا يا هبه. الو، اوكي تحاول تاني. يعني لو مره يا دكتور لازم تسامح. اكيد. اقول لستك حاجه يا دكتوره، العلاقه الزوجيه دي علاقه مستمره، ممكن العلاقه الزوجيه دي تستمر 30. وهل الراجل هيسامح لو بالعكس يا دكتور؟ ما هو الراجل اللي بيخون ده بيخون مع ست. تمام، خلينا بس واضحين. الراجل اللي بيخون مع واحده ست، ما هو مش هيخونها غير مع ست. طيب هل لو الوضع بالعكس هو هيصفى؟ هو مش هيصفى يا دكتور. هو مش هيصفى، بس انا قلت لك حسب وقوه ودرجه الخطا حسب الطرفين. في اخطاء بتبقى عند الرجاله بتبقى قويه جدا بتاثر بتهز، وفي اخطاء عند الست الناحيه الثانيه بتاثر وبتهز. احنا مش عايزين ندخل الموضوع في ايه، في قصه الصراع ما بينهم. احنا عايزين نقول يا جماعه نهدى، عينيكم على بعض، حبوا بعض بشياكه، اطمنوا على بعض بهدوء،
ما فيش مانع ان انتوا تراقبوا بعض بس بالمسموح، ما فيش مانع ان انتوا تدوا مساحة من الثقة والطمأنينة للطرف التاني ان هو يتعامل مع ظروف الحياة بس بهدوء شوية، مش عايزين اي مشكلة ما بينكم تكبر، ومش عايزين اي مشكلة ما بينكم توصل لانزعاج او توصل لمشاكل، والمشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة، فنخش في تراكمات مشاكل، فيبدأ يعمل لنا حاجة اسمها الطلاق العاطفي. معانا جمال من الغردقة، اهلا يا جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اهلا بيك. ازيك يا دكتور أمنية؟ اهلا بيك. ازيك يا دكتور محمد هاني؟ ازيك يا استاذ جمال؟ اتفضل حضرتك. اتفضل. انا اولا احب اشكركم على البرنامج الجميل ده والموضوع المهم جدا ده الصراحة، يعني لان انا كنت عايز اقول يعني مشكلتي وعايز اعرف حلها الصراحة. يعني اتفضل يا فندم. اتفضل. انا دلوقتي متجوز بقالي فترة، ومراتي يعني انا المرتب بتاعي على قدي، ومراتي بتقعد تطلب طلبات كتير جدا يعني فوق استطاعتي. ايوه. فطبعا الموضوع ده عامل لنا مشكلة وكده. فدلوقتي انا ومراتي ما بقيناش اللي هو عايشين في نفس البيت بس مش متجوزين، فانا مش عارف يعني ايه الحل في الموضوع ده. دكتور، بص انا عايز اقول لك حاجه يا جمال. طبعا هي قبل ما تتجوزك كانت عارفه دخلك الشهري كام، وعارفه ان انت مرتبك وحياتك ووضعك المادي مترتب على حاجه معينه، وقبلت ووافقت ان هي تعيش معاك الحياه على هذا الاساس. الست الاصيله هي اللي بتتحمل الصعاب مع جوزها، الست الاصيله هي اللي بتتحمل كل شيء، اللي دايما تحسسه ان هو مش مقصر، ان دايما تحسسه ان يعني ان هو قادر يعمل كل شيء. لكن المشكله ان هي مش منتبهه او مش واخده بالها ان دي امكانياته. يعني انت المفروض الطبيعي ان هو ايه، يروح يسرق؟ الطبيعي يعمل ايه، يروح ينصب على الناس عشان يجيب دخل ويجيب لك الحاجات؟ بس هو يا دكتور اكيد هو حاول يقنعها بده، ما هو وما حاول. قدرش يوصل. استاذ جمال حضرتك معانا؟ اه يا فندم. طب حضرتك لو تتكلم بس على النقطه دي، حضرتك اكيد حاولت تقنعها ولا ما امكنش انها انا تقتنع؟ اكيد اتكلمت معاها. اه طبعا وقلت كتير. لها ان انا ده دخلي، يعني انت عارفه دخلي، وعارفه يعني عارفه شغلي ماشي ازاي، وعارفه انا فلوسي ايه اللي داخلالي وايه اللي ايه اللي وده ما جابش نتيجه. عايز اقول لك حاجه، هي عارفه كل حاجه، هي عارفه كل حاجه عنك، عارفه امكانياتك وعارفه دخلك. الست الاصيله هي اللي بتعيش مع جوزها في تحمل الصعاب. ما هو وصل لطلاق عاطفي اهو ماشي، دكتور. ما هم وصلوا خلاص. يعمل ايه بقى؟ لان هي دلوقتي انا فاهم هي بتعمل ايه معاه دلوقتي. انت مش هتجيب لي الحاجات اللي انت عايز اللي انا عايزاها، يبقى ما فيش بيني وبينك حاجه، يبقى انت بقى في اوضه وانا في اوضه. ما في ستات بتستخدم الضغط ده على الزوج، بتخلي الحياه عباره عن عصبيه ونكد. انا محتاجه كذا كذا كذا، اصل صاحبتي ما اعرفش جوزها جاب لها ايه، اصل مش عارف مين جاب لها ايه. فيبدأ مثلا هو مش قادر يجيب، او مش قادر ان هو مرتبه كده وامكانياته كده وحدود ونطاق شغله كده. فتبدأ تيجي تقول له ايه، مفيش حاجه تحصل ما بيني وبينك، لا لما توفي لي الشروط او الحاجات اللي انا عايزاها. في ناس، في ستات بيوصلوا للمرحله دي مع ازواجهم، ودي من اخطر المراحل اللي ممكن توصل لها. بص انا عايز اقول لك حاجه، انت بتعمل اللي عليك صح، وبتشتغل ومعرفها كل حاجة عنك، حصل طلاق عاطفي، انت ممكن من كتر الضغط عليك النفسي انت ممكن تنتحر، ممكن تكتئب من اللي بيحصل فيك. لما يبقى ليك حق او ليك حاجة عند زوجتك وهي عارفة ان دي امكانياتك، وانت مش قادر تقرب منها او ليك حقوقك او مسؤولياتك عليها كزوجة، او هي تمتنع عنك، لا يبقى كده ستوب، يبقى كده كفاية، يبقى كده الراجل ماديا مش قادر غصب عنه ظروف، هو الطبيعي ان هو يعمل ايه، يعني يسرق، ينصب، ينهب الناس عشان خاطر طب هنا يجيب هل فلوس. في حل لمشكلته اللي هي ما اقتنعتش بيه؟ الحل يعمل بتاع إيه؟ المشكله دي ان هقول لك بقى حاجه مهمه جدا. اتفضل. انت يا ابني مهما عملت معاها انت مش هترضيها. لو جبت لها مال قارون وقعدت تصرف عليها وتوفر لها كل الامكانيات، هتقول لك هل من مزيد، هتبدا تخلص عليك. فانت ادي فرصه اخيره اتغيرت كان بيها تقدر تكمل حياتك معاها، لانك انت كده مهما عملت انت مش هتقدر ترضيها، لان هي شايفه الوضع وشايفه الحاله وشايفه ان انت مضغوط وشايفه ان انت دي امكانياتك وده شغلك، وافقت في من اول ما اتجوزته على هذا الوضع. ادي فرصه اخيره
واتكلم معاها بهدوء من غير عصبيه، وادي فرصه اخيره، معلش مره واتنين وتلاته كمان. مفيش تجاوب منها وبتحط شروطها وقيودها، العلاقه دي خلاص تعتبر بنسبه 90% انهارت وفشلت وهتنتهي بالطلاق. الحمد لله يا رب. شكرا يا يوسف. طيب ما هو لو بالطريقه دي يبقى الطلاق العاطفي معظمه باسباب قويه جدا بالنسبه لي. احنا ما اتكلمناش على فكره عن الاسباب اللي بتؤهل الى الطلاق العاطفي. طب انا هعتذر، ناخد هبه من اسكندريه عشان دي ثالث مره تتصل. ناخد اتفضلي يا هبه. الو، اهلا بيكي يا هبه، اتفضلي. اهلا بحضرتك جهاد. اهلا يا جهاد، اتفضلي. انا يعني مشكلتي معقده شويه، ويعني نفسي الاقيها حل. يعني ان شاء الله الدكتور هاني يلاقي لك حل، اتفضلي. انا كنت متجوزه، يعني فضلت قعدت سنتين متجوزه، وبعد كده ما حصلش نصيب ان انا يعني اجيب بيبي او كده اهوت، وانفصلنا في هدوء جدا. احنا كنا بنحب بعض قوي يعني. أيوة. بس احنا اتفقنا على الطلاق، وبعد كده هو سمع من الشغل عندي ان انا يعني هيبقى في ارتباط تاني وهيبقى في جواز تاني ليا. أيوة. هو اول ما سمع كده اتجن، وبدا يعمل تصرفات غريبه، ويشتمني على الفيس، ويشوه قماشي في الشغل، ويعني بيعمل حاجات اول مره في حياتي ان انا ممكن اشوفها، ويتصل باللي انا المفروض ان انا يعني هتجوزه ده. انا عايز اسال سؤال بس، نقطه صغيره بس في المشكله. انت اتجوزتي سنتين، والسنه دي ما حصلش فيها نصيب للحمل، صح؟ سنتين. طيب هو كان من احد الاسباب ان تؤهل الانفصال ان تاخر الحمل؟ لا، انا ايه اللي انت بقى؟ انا كان عندي مشاكل في ان انا يعني مفيش خلفه. الشخص الجديد اللي انت هترتبطي بيه موافق ان عندك مشاكل مش فيها خلفه؟ موافق ان انت مش... والمشكله ان هو عمل لي، ان هو طبيعي عمل لي مشاكل كتير جدا جدا جدا، وشوه سمعتي بطريقه فظيعه. طب انا عايز اسالك سؤال برضو، معلش. انفصالك عدم حب للشخص الاولاني ولا عشان كان موضوع الخلفه، او انت ما كنتيش قادره تكملي معاه، او اتسرعتي في اختيارك؟ لا، انا كنت بحبه وانفصلت منه وانا بحبه، وهو اللي كان عاوز الانفصال. احنا اتفقنا على، هم اتفقوا مع بعض بالشركه، هو احترم رغبتي ان انا يعني ان انا مش هكمل. طيب هو في حاجه، المشكله ان انا رجعت له تاني، يعني انا رجعت له تاني يعني من كتر اللي عمله، ورجع لي وقعد يقول لي انا عملت كل ده عشان. يعني انت رجعتي له تاني؟ اتجوزتيه تاني؟ اتجوزت تاني من بعد من يعني من كتر ما شفت منه، وقعد يقول لي انا صدقت، وقعد يقول لي انا عملت كده عشان خاطر بحبك، عشان خاطر ما حدش ياخدك. طب وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ عشان الوقت، كمل يا جهاد. وبعدين اللي حصل بعد كده ان انا وهو دلوقتي عايشين حياه يعني تقريبا كل واحد في حاله، خلاص هو نفس اللي هو عايز تاني يعمله، وانا رجعت له ومش قادره ان انا اثق فيه تاني، او مش قادره ان انا يعني الحب اللي انا كنت بحبه مش قادر ان هو ارجعه تاني. خلاص بقى، خلاص. الحب مش هيرجع تاني. كل واحد بقى فينا في حياه، هو بقى ضامن ان انا خلاص بقيت معاه، وانا خلاص، وانا مش قادر ان انا اثق فيه تاني، خلاص. شكرا يا دكتور، هيرد عليكي. اتفضل. طبعا هي الحاله بتاعتها صعبه ومعقده زي ما هي قالت في الاول. ان هي كانت متجوزه، وبعد ما اتجوزت حصل انفصال لمده، بعد سنتين جواز حصل انفصال واتفقوا بالشياكه، لمجرد ان هو عرف ان هي هتبدا ترتبط بانسان تاني وتبدا تعيش حياه جديده، فابتدى يظهر في الصوره تشويه سمعه، تشويه صوره، يكلم ده، يعمل ده، على اساس ان هو يرجع لها. ده انا بسميه جزء اسمه جزء من الانانيه. انت اناني. طب انت اتجوزتها ورجعتها تاني، انت قادر تسعدها؟ قادر تفرحها؟ ولا انت اتجوزتها عشان خاطر تحطها في البيت بين اربع حيطان وتقفل عليها، علشان انت كنت شايف من الاول ان الحاجه دي بتاعتك. ايوه، الحاجه دي بتاعتك، والطبيعي ان محدش يقرب من الحاجه دي. طب دلوقتي اقول لك حاجه كويسه؟ اتفضل. طبعا اتفضل. هي انا عارف ان هي مش هتستمر ومش هتقدر تستمر، هي خلاص مش هتقدر تستمر، والعلاقه دي طالما وصلت في المرحله الاولانيه ان حصل ما بينهم انفصال، فالانفصال قادم، بس لازم حد من اهلها يعني يقف معاها ويسندها. انت عارفه الموضوع ده بيفكرني بايه؟ اي فندم. زي اللي كان متجوز واحده وما كانش بيحبها، لا هو قادر يساعدها ولا سايب ولا قادر يحبها،
حلو. فاتطلقوا وخلاص سابها يعني في عينيه بقى. بعد ما اتطلقت ابتدت تفوقي نفسها شويه، اهتمت بنفسها وبصحتها وشياكتها، ارتبطت بانسان كويس قادر يساعدها ومتقبله على هذه الظروف، بمجرد ان طليقها يعرف ان الحاجه دي او الانسانه دي هتتجوز او هترتبط، يبدا يظهر على مبدا ايه؟ ان انت بتاعتي، لا هتجوزك ولا هسيبك تتجوزي. وهي لما رجعت له واتجوزها هو ما هي مش سعيده؟ ما يا جماعه انا كنت بقول مش شرط يعني اي اتنين اتطلقوا الاتنين دول وحشين، الاتنين دول مش قادرين يتوافقوا مع بعض، انتهينا. طيب ما ندي الفرصه للطرف من الاطراف يعيش حياته، وندي فرصه للطرف الثاني ان هو يعيش حياته. ليه الانانيه؟ ليه حتى الانانيه بعد الانفصال؟ على فكره رجوعهم، شوفي هو كان الاول سايبين بعض بشياكه وسايبين بعض، هي بتقول لك انا سايباه وانا بحبه وهو سايبني وهو بيحبني، دلوقتي بتكرهه، هيسيبوا بعض بالكره بالظبط، لان هم مجبرين على هذه الحياه لمجرد ان هو احتياجه لهذا الشيء، امتلاكه لهذا الشيء، ان الحاجه دي بتاعتي. وممكن على فكره يكون جايبها في البيت وحابسها ما بين اربع حيطان، وهو بيتعامل في حياته وعلاقات نسائيه وحياته ماشيه زي الفل، بس هو مش هين عليه ان واحده تروح لحد غيره، تروح لواحد تاني عشان كانت الشخصه دي بتاعته، او ان هو يتصور ان هي هتبقى مع انسان تاني. ما هو ده اسمه الانانيه اللي بتبقى موجوده داخل الجواز. يعني دائما يا دكتور الطلاق العاطفي له سبب، يعني ما بيجيش نتيجه مثلا ملل، ولا ممكن يجي نتيجه هو في ملل. في جزء من الملل هو في من احد الاسباب الرئيسيه الانانيه، كل طرف بيفكر في احتياجاته ورغباته بعيد عن الطرف التاني، مش بيفكر في الطرف التاني. وده شفناه وجالنا في مداخلات على فكره، كل يعني. المداخلات اللي جات لنا النهارده كل مشكله فيها يعتبر سبب من اسباب الطلاق العاطفي، لو جينا كده خدناهم واحد اتنين تلاته كلهم اسباب الطلاق العاطفي. الحاجه الاولانيه الانانيه، ان انت اناني ما بتفكرش غير في نفسك، ما بتفكرش تسعد الطرف التاني، ما بتفكرش عايز ان كل حد الطرف التاني يرضيك بس انت مش ترضيه، عايزه يحبك بس انت مش تحبه، عايز يهتم بيك ويهتم بكل حاجه انت. الانانيه تمام. الحاجه المهمه كمان عدم المصارحه. عدم المصارحه، انا لا بصارحك باحتياجاتي ولا انت بتصارحني باحتياجاتك، هنقف مع بعض في نقطه ازاي ونمسك في ايدين بعض، انا ما بصارح مش بصارحك، ما بقولكش انا محتاج ايه. يبقى الانانيه وعدم المصارحه. وعدم المصارحه. الحاجه الثانيه كمان، ما هو الفتور بقى في الحب، ما احنا قلنا ان الحب بيطلع لاعلى مستوى من القمه وبعد كده بيبدا ينزل. الزوجين بقى اللي هم مش هيقدروا ان هم يمسكوا في ايدين بعض ويحتووا بعض ويسمعوا مشاكل بعض، هيبدا المستوى ينزل تاني، يرجع لسالب زيرو الناحيه الثانيه. طب احنا ناخد سهير من شبرا ونطلع فاصل. انا يا سهير اتفضلي. سهير الو الو، خليني مع حضرتك. يبقى احنا دلوقتي يبقى عندنا الانانيه، انانيه عدم المصارحه ما بين الطرفين. أيوة. الملل والفتور العاطفي ما بين الزوجين. ثلاثة. الملل والفتور العاطفي بيقلب الحياه لروتين ممل مميت. هيدا ما تقيل، ياه ما تقيل، تحس ان الراجل مش طايق يرجع البيت، وهي كمان وتحس ان الزوجه قاعده في البيت بتقول يا رب يتاخر شويه عشان يرجع يبقى تعبان وينام. فخلت الحياه بقت روتينيه، خلت اتنين اصدقاء عايشين مع بعض ما بينهم اولاد. الحاجه المهمه كمان ان مش كل طرف مع اي مشكله بتحصل يظهر للطرف التاني ان انا مش متمسك بيك. توضحها اكتر ممكن؟ يعني حصلت بينا مشكله، هطلقك، اطلعي بره، يبين لها عدم التمسك بيها. عدم التمسك. احنا دايما بيوصل احساس للطرف الثاني ان احنا ننهي هذه العلاقه، والزوجه دايما تقول طلقني، طلعني من حياتك، انا مش عايز اكمل معاك، انت ما تطقش، الكلام اللي بيحصل. فبيبدا يبقى على طول في فعدم عدم التمسك أمان. عدم الامان وعدم التمسك ما بين الطرفين بيوصل العلاقه ان هي تبقى فيها طلاق عاطفي. احنا نطلع فاصل ونرجع تاني ونكمل الطلاق العاطفي. حضراتكم مرة تانية وما زلنا في الطلاق العاطفي ومشرفنا الأستاذ الدكتور محمد هاني.
الطلاق العاطفي يا دكتور. طيب احنا دلوقتي استعرضنا اسباب للطلاق العاطفي. تمام. طيب حله ايه؟ هنفترض الاسباب دي وقعت خلاص وحدث الطلاق العاطفي، وزوج وزوجة اللي كانوا مع الطلاق العاطفي عشان يقعدوا فيه كان عندهم اسباب، من احد برضو من احد الاسباب اللي ذكرت في احد المشاكل، السبب المهم جدا هو تعريف مباشر للطلاق العاطفي، هو هجر الزوجين لبعضهم البعض. هجر، شوفي بقى بيوصل الهجر فين، الضغط الزوجي، الهجر الزوجي في العلاقه نفسها. أيوه. فبيوصل لحاجه اسمها الهجر، فالهجر ده من احد اسباب الطلاق العاطفي. يبقى نضيفه على الاسباب. طب معانا عمر من سوهاج، اهلا يا عمر. مساء الخير. مساء النور يا فندم، اتفضل يا عمر، اهلا بيك. حضرتك معايا سؤال للدكتور بعدين. اتفضل يا استاذ عمر. يا فندم انا حضرتك كنت متجوز قبل كده. تمام. وحصل طلاق بيني وبين مراتي الاولانيه وخلفت منها عيل، وكان الحمد لله مفيش مشاكل ولا اي حاجه. الحمد لله. فبعد كده اتجوزت بنت عمي، خدت أيوة. معاها سنة، دخلت أمها كانت تعبانة فخديتها عندها. أيوة. أول ما خديتها عندها وحاليا لنا 7 شهور سافرت مصر، أنا من سوهاج، سافرت مصر بدون علمي بدون أي حاجة. بعد ما جت قدمت للمحكمة ورفعت قضية. سبب ايه؟ طمع في القايمه. هي راحت لوالدتها. طمع في القايمه؟ اه يا فندم. لا هي مش قادره، هي لما راحت لوالدتها كانت طالعه من بيتك كان في مشاكل ما بينكوا؟ ولا اي مشاكل، حضرتك كانت راح تكشف، خدت فلوس وراحت للدكتور، جت من عند الدكتور جت على بيت امها جابتها من عاها، كانت رايحه معاها المستشفى. طبعا انت بتسال نفسك هي ليه ان هي بدون اسباب او بدون اي مبررات ان هي لجأت ان هي تتطلق. ما هي لجأت للقايمه، يا ريت لجأت للطلاق. لو طلبت الطلاق مش مشكله، لجأت للقايمه. ما هتلجأ لكل شيء، اي حاجه هتقدر تاخدها منك هتاخدها. اي حاجه هتقدر يعني هي هتلجأ لاي حاجه. ايوه يا فندم، هتلجأ لاي حاجه، والقايمه مكتوبه ب 200,000 جنيه. يعني قول لي بالله عليك، اي واحد شاب في سن 30 او 25 هيجيب من فين 200,000 جنيه؟ طبعا هي مشكله. طبعا هو ربنا يقدرك ان انت يعني تقدم بنت عم حضرتك، مظبوط، تقدم دفوعك. مش هي بنت عمك يا استاذ عمر؟ بنت عمي، وابوها كان معايا في السعوديه وكنا عارفين بعض، وعطاها لي بعد ما طلقت وعارف عني كل حاجه. طب يعني ما ينفعش حياتك حد من العائله يتدخل، زي يعني حياتك من سوهاج زي طبائع الصعيد؟ ايوه يا فندم، كل اللي يتدخل ابوها يقول لك انا لازم اعلمه الادب. لا هو في حاجات هما حاطينها في دفوعهم او حاطينها في سبب للطلاق، بس الحاجات دي احنا ممكن هنا مش مدركينها. وطالما بيبعت لك رساله يقول لك لازم نعلمه الادب، يبقى هم الطلاق ما جاش من فراغ، يبقى في بعض الحاجات كنت بتضربها بتهينها بتمد ايدك عليها. اقول لك حاجه بعيد لحضرتك، انا في اعتقادي كده اللي يضرب مراته مش راجل. تمام. لان الضرب مش حل المشكله، لان اول حاجه هي لو مشيت، انا عايزه يعني اوضح الصوره، لو مشيت من عندي زعلاني ولا غضباني مفيش اي مشاكل، غير ماشيه رايحه تكشف، جالها شويه تعب كده، قلت لها خدي اوديك انا للدكتوره، قالت لي لا ماما جت تودي، قلت لها خدي فلوس روح، وجت من الدكتور جت على امها، رحت اسال عليها قالوا لي سافرت مصر. ادي كل القصه، جت من مصر عملت توكيل المحامي ورفع قضيه. بص هو ربنا يقدرك ويعينك على المشكله اللي انت فيها ويبعد عنك اي مكروه، ده اللي انا بقدر اقوله، وان كان هم جايين عليك ربنا موجود. ربنا يا استاذ عمر، ربنا موجود. ده بقى مش طلاق عاطفي. لا ده مش طلاق عاطفي، لا ده طلاق عادي، ده طلاق من اجل الماده. من اجل الماده، من اجل الماده. هو في، بص انا اقول لك حاجه، انا دايما يعني لما اجي احل مشكله ما بسمعش راي واحد. طبعا صح؟ مظبوط. انا بسمع الطرفين،
وطالما ما سمعتش الطرفين يبقى انا مش هقدر احكم على المشكله، ولو حكمت على المشكله يبقى انا بقول اي كلام. بس في كلمه انا لاحظتها باخد الكلام ما بين السطور، ان ابوها لما الناس بيروحوا عشان يعملوا صلح ما بينهم يقول لك احنا لازم هنعلمه الادب. كلمه هنعلمه الادب دي مش هتطلع من حد الا لما يكون هو تعب بنتهم في حاجه، فهما مش بنت مش قادره تكمل معاه، او في مواقف معينه، او في أو على فكره هو مش شرط يضربها او يشتمها او يهينها، هو ممكن بيعملها في البيت معامله مش كويسه. يعني معانا سهير من القاهره. اهلا يا سهير. الو. اهلا بيكي يا فندم، اتفضلي. اهلا يا حبيبتي، ازيك يا دكتوره؟ اهلا بيكي، اتفضلي. لو سمحت، انا يا دكتوره زي حضرتك. اهلا بيكي، اتفضلي. قولي مشكلتك يا سهير، اطفي التلفزيون وقولي مشكلتك. انا متجوزه بقالي 25 من 25 سنه، جوزي اتجوز عليا بقاله 9 سنين. اطفي التلفزيون يا سهير. وطي التلفزيون او وطيه حتى. من ساعتها واحنا قاعدين اخوات في الشقه مع بعض. من ساعه ما اتجوز عليكي؟ ده بقاله قد ايه؟ متجوز عليا. هو متجوز يا سهير بقاله 9 سنين. يعني انا ما اعرف، يعني نسيت ان انا ست، نسيت ان انا متجوزه، انا بعتبر نفسي ارمله. ابتديت اخش في مستشفيات بقى نفسيه واتحجز في مستشفيات نفسيه ويعملوا لي كهرباء على دماغي ويبنجوني. دمرني. طبعا هو الطبيعي الدكتور كان الله في عوني. الطبيعي ان هو اكيد اهملها، اكيد مش موجود معاها، اكيد مش بيديها حقوقها، اكيد مش بيطبطب او اي كلام. هي مفيش حل ان هو يعني يرجع يميل لها مره اخرى؟ ما هو احنا بنتكلم، انت بتتكلمي في 9 سنين، هو ممكن يكون هي ام الاولاد، بينهم اولاد لان متجوزه بقى لها 25 سهير سنه. سهير انت مامه الاولاد؟ هو معايا 3 عيال. طيب هو وهو عنده اطفال من الزوجه الثانيه؟ لا، هي كانت متجوزه معاها 3 عيال، اتطلقت ورمت العيال لابوهم وراحت متجوزاه. وهو بيبات عندك كل يوم؟ لا، يوم عندي ويوم عندها، بس بيجي بره وعتب كده. طيب ما هو برضه يعني بيجي 3 ايام في الاسبوع. بس انا عايز اقول لك حاجه. طبعا انت بتتكلمي في موضوع رواسبه القديمه، بتتكلمي في 9 سنين وانت قبلتي ووافقتي وما خدتيش موقف من ال9 سنين. ممكن كنت الاول بتفكري اهو موجود او نزوه وهتخلص، اهو موجود، او عشان خاطر الولاد او عشان خاطر الاستقرار، وفي نفس الوقت هو ما سعاش ان هو يطلقك علشان في نفس الوقت عايز يحافظ على استقراره ويفضل مستقر. هو الراجل اناني شويه كتير. ازاي الراجل يحب ايه؟ يكون متجوز وعنده ولاد ويحافظ على البيت الاولاني ويكون عنده استقرار. طب محدش يسال خالص الست بتحب ايه؟ يعني هو حضرتك دلوقتي احنا لازم نسلم كده ان الراجل ده اناني عموما، ونقبل احنا كستات انه برضه هي لها طلبات. انا بتكلم عن الحاله، هو ظلمها. هو له طلبات. لا هو متضايقه يعني. هو ظلمها. هي طبعا الكلمه اللي بتقول انا مش حاسه ان انا متجوزه، حاسه ان انا ارمله، يعني هي مش قادره تحس باي وجود ليه في الحياه، مش ليها اي حقوق. هي كل الحوار اللي بتعمله في دنيتها ان هي بتهتم باولادها وبتربيهم. نشوف بقى يحيى، شوف الرجاله. أيوة. معانا يحيى من القاهره. اهلا يا يحيى. أيوة. اتفضل. ايوه يا دكتوره، ربنا يبارك لك يا رب. دلوقتي حضرتك، انا متجوز بقالي 11 سنه ومراتي حضرتك عملت خلع بدون اي سبب. والو. ايوه سامعين حضرتك. ومراتي حضرتك عملت خلع بدون اي سبب، وكنت بعاملها معامله كويسه جدا، ومفيش مره ابدا بتطلب اي حاجه الا لما ربنا بيقدرني وبجيبها لها. وخدوا مني كل حاجه، وحتى المؤخر دلوقتي مش قادر ادفعه لان ظروفي الماديه تعبانه، وهم رافعين عليا قضيه، وانا اصلا بشهود، في شهود ان انا ما عملتهاش اي معامله وحشه. يعني انتوا انفصلتم يا يحيى خلاص ولا لسه متجوزين؟ طلقتم ولا لسه؟ هي سيادتك عملت خلع بدون علمي. والشقه اصلا كانت بتاعتي. طب هو حياتك الخلع ما فيهوش مؤخر تدفعه؟ مؤخر ايه؟ ما ده خلع. هي رفع قضيه دلوقتي، وكل شويه بيجي لي اعلان من المحكمه، وانا عايش لوحدي في بيت ابويا، وظروفي تعبانه جدا، وانا كنت بشتغل، اشتغلت جميع الشغلانات، واشتغلت سواق،
ونفسيتي تعبانه دلوقتي وباخد علاج نفسي، وعايز حضرتك ضروري اتكلم معاكي. حضرتك سيب رقم حضرتك في الكنترول والدكتور هيتصل بحضرتك، وانا بعد الحلقه ان شاء الله. هو يعني تعب نفسيا، هو تعب نفسيا ومتاثر، ولو يا ريت تقدري ان انت تعرضي حالته هو على الشؤون الاجتماعيه او اي حاجه والتضامن، يعني يشوفوا له ان هم، هو شكله ان هو مريض، شكله ان هو عاجز، مش قادر ان هو يتحرك، مش قادر ان هو يشتغل، تعب. هو سيبك من قصه ان هو دكتور، هو التعب النفسي ممكن ياثر جسمانيا، ان الواحد يبقى حاسس انه مش قادر يتحرك، يعني ممكن يوصل، يعني انا اعرف ان التعب النفسي فعلا يعمل توتر، يعمل ارق، يعمل انكزايتي، يعمل حاجات كتير، بس هل ممكن يتقل الجسم؟ المرض النفسي بيسيطر على كل حاجة في الإنسان. يعني مقولة أن الهموم تثقل الأبدان دي سليمة؟ المرض النفسي هو بداية للمرض العضوي ويوصل العضوي. ده لو حد جاله اكتئاب ممكن يقعد في أوضته بالشهر ما يطلعش من أوضته، اكتئاب حاجة بسيطة. معانا آية من المنصورة. أهلا يا آية، تفضلي. ألو، أهلا بيك يا آية، تفضلي. اهلا بحضرتك. انا عندي بس مشكله اخويا، وكنت عايزه احكيها بس الدكتور يقول لي حل في الموضوع ده. اتفضلي. انا دلوقتي اخويا كان متجوز وكان عنده طفلين، وبعد فتره من الجواز مراته طلبت الطلاق، هو كان مسافر ورجع طلبت الطلاق اول ما رجع. ايوه. المهم طلقها، هي طلبت الطلاق واصرت عليه وطلقها فعلا، فكان لازم حد يقعد مع الاطفال يرعاهم، فاضطر ان هو يتجوز عشان خاطر هو بيسافر كتير، يسيب هي سابت له الاولاد. سابت له الاولاد، يعني سابت له الاولاد مقابل، يعني مقابل فلوس يعني. ايوه. بس فهو اضطر ان هو يتجوز، لان هو بيسافر فترات طويله جدا، اضطر ان هو يتجوز تاني عشان خاطر حد يقعد يرعى اولاده. مظبوط. فاللي حصل ان هو لما اتجوز الثانيه تمام، كانت شايلاه صراحه فتره معينه يعني، وكانت شايلاه وخدت بالها من الولد، هما ما كانوش حابينها بصراحه. طبعا. بعد فترة، بعد حوالي سنة ونص تقريبا، مرات الأولانية طلبت إن هي ترجع تاني، وفضلت تكلمه إن هي عايزة ترجع ولادي وعايزاهم يبقوا ومش هيسيبهم حضن واحدة تانية والكلام ده كله. كويس. لما هما ابتدوا يشتكوا لها إن هما مش مرتاحين مع مرات. المشكلة فين يا آية؟ المشكلة إن دلوقتي هما الاتنين يعني اتفقوا عليه، بقوا أصحاب، هما الاتنين اتفقوا عليه وعايزين هما الاتنين دي تتخانق معاه في حوار ودي تتخانق معاه في حوار، لحد ما هو بقى نفسيا تعبان. يعني حتى ساب بيته وراح قعد عند والدتي من كتر ما هو مش قادر يرضي طلبات دي، طول الوقت بتتقف عليه. يعني هو رجع للاولانيه كمان ولا مرجع لهاش؟ رجع للاولانيه، رجع لها. يعني هو دلوقتي زوج اتنين ومعاه الثانيه. هو دلوقتي متجوز، فهو المشكله ان هو مش عايز يطلق الاولانيه ولا الثانيه، هو مش عايز كام جدا، وتعب نفسيا، تعب نفسيا جدا لدرجه ان هو ساب البيت وراح قعد في بيت والدتي. خلاص. شكرا يا ايه. دكتور هيرد عليك. طبعا هو المفروض هو اللي عمل في نفسه، وهو اللي لف الحبل حوالين رقبته. طيب. انت كان حصل ان زوجتك كان حصل بينكم مشاكل وترضيتوا ان هي مش هتكملوا مع بعض، وخدت اولادك، وهي فرطت في اعز ما تملك، يبقى هتفرط فيك وهتفرط في 10 زيك. ايوه. مقابل اخته بتقول مقابل ان هي خدت فلوس، رمالها فلوس وسابت اولادها. حلو. تمام. ربنا كرمك واتجوزت. هو مش حلو بس ده هنقول، هنمشي كده يعني. ربنا كرمك واتجوزت. تمام. واحده تانية. ما هو ولاده تعبانين مع التانية. هقول لك بس، ربنا كرمك واتجوزت واحده تانية وشالت لك ولادك. طبعا هو الطبيعي ان ولادك مش هيستوعبوا الزوجه التانية عشان مكان امهم، علشان هي يعني مش زي امهم. طبعا. مهما عملت مش هتبقى برضو زي امهم. طبعا. طيب، ورجعت التانية الاولانيه تظهر تاني في حياتك، وقعدت تكلمك وتهتم بيك وانت فين ومش عارف ايه وعايزين نرجع ونعمل و لما لفتها وندمت على اللي عملته في اولادها، وعايزه ترجع تاني تاخد ايه؟ الاولاد. انت كراجل كان الطبيعي ان انت ما ترجع لهاش، تديها، عايزه تربي ولادها، تاخد ولادها، بس انت ما ترجع لهاش. انت ما ترجع لهاش، هي تاخد اولادها وتربيهم وتعمل لها زي مصروف شهري لاولادك، وهي تتحمل الفاتورة أو الذنب لوحدها. هو دلوقتي لف الحبل حوالين رقبته، لا قادر على دي ولا عملوا دي. عليه كلبش. هو شكله كده، أخته لما بتحكي شكله حد طيب، حد غلبان. طبعا. عملوا عليه كلبش. دي بتقول له أنا عايزة ما تروحش هناك، ده تعب، رجع عند والدته فتعب نفسيا،
ف يعني لازم يعني نشوف حل من الاثنين، هيكمل مع مين؟ اختار واحده وخلاص، هيختار التانية الحقيقه. انا الصراحه هو الطبيعي المفروض يختار التانية، لان اللي بعته مره هتبيعه 1000. معانا عمرو من الاسماعيليه، اهلا يا عمرو اتفضل. الو الو عمرو، تمام اتفضل يا دكتور. تمام اه، فاحنا مش هناخد كل حاجه في الدنيا، احنا مش لازم عينينا تكون على كل حاجه. الحاجه اللي ضاعت مننا وفرطت فينا مع 1000 مليون سلامه، هو في ايه؟ ليه احنا بنعذب نفسنا؟ ليه دايما احنا اللي بنجيب الوجع لنفسنا وفي الاخر نقول احنا مش طايقين، احنا مش قادرين، احنا مش مستمتعين بالحياه؟ طب ما انت اللي جبت الوجع. واحد طرف مش عايز يكمل معاك وانت عملت جميع محاولات الدنيا معاه ترضيه وتسعده وتخلي بالك منه، هو مش شايفك ان انت قادر ان هو يتعايش معاك ومش متمسك بيك، ولو جت في اي لحظة هيبيعك. ليه نوجع في نفسنا اكتر ما الدنيا بتوجع فينا؟ اوقات بايدينا احنا اوقات بايدينا ان احنا نبعد عن اي حاجة بتأذينا. انا عندي يقين جميل جدا ان كل حاجة في حياتنا بإرادة وبقضاء وبقدر، ربنا هو اللي بيكتب تفاصيل حياتنا. بس ربنا بيقول ايه؟ فكر واستشير نفسك واستشير قراراتك بهدوء وحاول توصل للقرار الرشيد، وهو ده اللي تاخده وهو ده اللي هتاخده. معانا هبه من الجيزه، اهلا يا هبه اتفضلي. اهلا بحضرتك. اهلا يا هبه اتفضلي. انا عندي سؤال بس. اتفضلي. انا حضرتك مطلقه بقالي 3 سنين. أيوة. بس من بعد الانفصال بالظبط بيجي لي الم في مفاصل رجلي، وعملت عمليه في رجلي وفي ظهري وفي رقبتي، وكل ده مش عارفه ده تاثير نفسي ده انا ما كنتش بشتكي باي حاجه. بعد الانفصال بالظبط حصل لي كل ده، وانا مش ندمانه على الانفصال ولا حاجه، انا كنت مستاءه جدا فتره الزواج وكده، وما صدقت ان انا عرضت نفسها على دكاتره عظام ومخ واعصاب وعملت عمليات. عملتي عمليات صح يا هبه ولا ايه؟ عملت منظار في مستشفى دولي في رجلي الشمال، وكل يعني كل فتره يظهر حاجه تاني في الاعصاب، الم في الاعصاب. لا هو ملوش علاقه بالانفصال، او ملوش علاقه بالطلاق، دي حاجه ودي حاجه، او ملوش علاقه بالجانب النفسي. يا ده مش نفسي. وغير كده كمان انت حاجه مهمه، انت بتقولي كلمه في وسط الكلام جميله جدا، بتقولي انا مش ندمانه. يبقى مش ندمانه يبقى ما فكرتيش، يبقى مش لومتي نفسك، يبقى مش عاتبت نفسك، يبقى مش جيتي في يوم من الايام حسيتي بالندم. فده مش لا ده دي حاجه ودي حاجه. ربنا يشفيك يا هبة. طيب برضو يا دكتور احنا عاوزين نوصل لحته كده، ان لو خلاص في طلاق عاطفي ممكن تكون كان باسباب عندهم اولاد فقرروا يعيشوا هكذا، الاولاد اتجوزت، ممكن يعملوا ايه لعل وعسى الحياه ترجع تاني؟ ولا ما بيعدي عمر خلاص؟ ما لا ما انا هقول لك حاجه بقى، مرحله بقى ان ينتظروا ان الولاد تكبر، الولاد لما تتجوز هم كده هنقول ان هم قدروا يعالجوا الطلاق العاطفي بنسبه 20-30%. الناس دي كملت مع بعض. ايوه. والناس دي مشيت، والناس دي اصلا هي كده كده العلاقه او الجواز بيقلب بعد ما الولاد بتتجوز بيقلب كده زي صداقه، زي تحس كده وهم مستمتعين، بيبقى كل الناس مستمتعين بهذه الحاله، تحس بقى الخوف اللي طالع من القلب، تحس ان الطبطبه تحس ان الحنيه تحس ان لو الطرف الثاني بيعرفوا قيمه بعض. الولاد بقى طبعا مش موجوده في البيت، فممكن ده يحسن الوضع. بتلاقي ان هم اهتمامهم بيزيد ببعض، بس هم طالما استمروا مع بعض لهذه المرحله ايوه وما انهاروش يبقى ممكن يبقوا احسن خلاص من بعض. لا دول خلاص عدوا مرحله الامان. معانا ايمان مد اهليه، اهلا يا ايمان. الو الو اهلا يا ايمان اتفضلي. ايوه حبيبتي اتفضلي سامعيني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي. والله يا حبيبتي انا ممكن اتكلم من الدكتور؟ موجود يا فندم اتفضلي. اتفضلي يا طيب حبيبتي. انا عندي شاكوت يا دكتور، انا ست متجوزه بقالي اكتر من 30 سنه. بسم الله ما شاء الله 30 سنة. زوجي يعني مش مخليني عايزة حاجة بمعنى أصح، يديني فلوس ومال وعاطفة وحنية وكلام حلو وكل اللي تتمناه أي زوجة. حلو. أنا عندي 5 عيال ما شاء الله، 5 أولاد. بس مشكلتي إن أنا بقالي 9 سنين أنا اتمنيت، أنا قعدت مع زوجي
والحمد لله احنا مستوانا المادي ما شاء الله علينا، ربنا يبارك يا رب. تعبت معاه يعني، انا تعبت فعلا، تعبت معاه. من ايه يعني؟ انا بنيت كل حاجه. بنيت معاه في الفلوس. تعبتي معاه؟ عندي خيانه زوجيه في فلوسهم يعني. بقالي 9 سنين عندي خيانه زوجيه، يعني جوزي بالليل ياخدني في حضنه ويقول لي انا بحبك واحبك وافتح. انا عايز بس اسالك افتح التليفون الاقي بيحب دي وبيحب دي، ماشي مع مطلقه يا مدام ايمان، ماشي مع متجوزه مدام ايمان. نعم. انت قلت ايه؟ انا متجوزة بقالي 30 سنة وجوزي حنين عليا قوي وطيب قوي. هو بدأ يخون من 9 سنين بس؟ لا، هي قالت كل الفترة كلها. لا، هو بيخون من امتى يا ايمان؟ من اول يوم؟ لا يا حبيبتي، بصي انا كنت مشغولة بالعيال، يعني زوجي كان ما احناش عارفين وكده، فكنت مشغولة بالعيال، ما كنتش واخدة بالي خالص من زوجي دوت يعني. تعترف. لكن من 9 سنين اكتشفتي ان هو بيخونك؟ اكتشفت ان زوجي بيحب يعني زوجة صاحبه اللي مات ومشي معاه. الست دي اكبر مني اكتر ب10 سنين. انا عايز اسالك سؤال. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. علاقته بيكي ايه عامله الفتره دي؟ لا، لو قلت لك يعني روميو وجولييت. طب انا عايز اقول لك حاجه، على فكره جوزك اللي بيكلمهم دول مش بيحبهم، انت الحب الاساسي والحب الرئيسي. جوزك بتدلع شويه وبيلاقي نفسه شويه مع دي ومع دي ومع دي، لان هو مش مستقر على واحده. ده ايه؟ في حاجه اسمها مراهقه متاخره. هو عنده كام سنه؟ عنده 65. 65. اه. طيب ربنا يخليكم لبعض، وحاول ان انت تهتمي بيه شويه، وحاول ان انت تتكلمي معاه في كل المشاكل دي بهدوء، ومش عايز يكون في نرفزه او في عصبيه. خلاص؟ والناس اللي هو بيكلمهم دول دي عباره عن كده ايه، مراهقه متاخره في شويه نزوات. هو ما بيحبش حد. واحدة لو قالت له صباح الخير هيعتقد ان هي مهتمة بيه، لكن الموضوع عادي ابسط من كده بكتير. حافظي على علاقة نجاح العلاقة اللي انتوا فيها. انت بتعترفي ان انتوا ناجحين وبتعترفي ان انتوا كويسين، اكيد في حاجة لازم تقع، فبذكائك وان انت تقدري تشتغلي معاه وتقدري تهتمي بيه وتقدري ان انت تتكلمي معاه بهدوء، ده هيقلل من حجم المشكلة شوية. شكرا يا ايمان. الحلو بيكملش ولا ايه دكتور؟ طبعا هي الدنيا كده، يعني الحلو بيكملش كل حاجه. ناخد مروه من القاهره مكالمات. اهلا يا مروه، اتفضلي. مداخلاتكم كتير النهارده. لا، مكالمات لحضرتك. اهلا يا مروه، اهلا بيكي، اتفضلي. انا في عندي مشكله كنت عايزه اتكلم مع الدكتور، معلش. تحت امرك. عندك كام سنه؟ اتفضلي. عندي 23 سنه. طيب ايه المشكله؟ كنت متزوجة وانفصلت عن أبو ابني. وبعد ما انفصلت بسنة كده ربنا يعني رزقني بواحد محترم وبتاع ربنا وكده، الحمد لله. بس هو متزوج، يعني هو في زوجة قبلي ومعايا 4 أطفال. المشكلة فين يا مروة؟ المشكلة إن هو متجوز. لا، مش إن هو متجوز، إن هو بعد ما زوجته عرفت اتغير تماما وما بقتش أعرف عنه حاجة، واتصالي ما بقاش يرد وكده. طيب المشكله هو انت كنت قابله انه يتجوزك في السر. لا هقول لك حاجه، المشكله ما هو حل نفسها وانت واخده بالك من اللي بيحصل. واحد متجوز وعنده 4 عيال وتعرف عليكي عشان انت كنت منفصله، وابتدى يقرب منك وانت تقربي منه وتحبوا في بعض. حلو. الراجل اول ما مراته عرفت اتكهرب، ابتدى يفكر في بيته، في استقراره، في عياله. انت مش موجوده، يبقى ضحى بمين؟ يبقى انت لما يبقى عندك 23 سنة وكنت متجوزة وانفصلتي وعندك طفل، لما تيجي تفكري في الحب وتفكري في الجواز، تفكري في واحد ظروفه تتناسب مع ظروفك، يكون بتاعك انت وبس، يكون ليكي، مش مع اي مشكلة يبقى طرف الهوى بس. شكرا يا مروة. شكرا يا مروة. دكتور احنا وقت الحلقة خلاص فاضل لنا دقيقة تقريبا. حضرتك عايز تقول ايه لمشاهدينك دلوقتي اصحاب الطلاق العاطفي؟ وواضح انهم بقى يعني، لا يعني انا شايفة انها ظاهرة بقى، انا شايفة ان العدد كبير قوي. تقول لهم ايه يا دكتور؟ انا عايز اقول للناس يعني احنا مش هناخد كل حاجة في الدنيا احنا نفسنا فيها، بس في حاجات اساسية في حياتنا، في حاجات مهمة، في حاجات احنا اخترناها، احنا قادرين مع بعض ان احنا نغير مسيرة حياتنا.
نبدأ صفحة جديدة، نهتم شوية بالطرف التاني، ما نمسكش لبعض الورقة والقلم، انت قلت انت عملت، لا، ندي لبعض المساحة عشان نتعامل مع بعض بهدوء، نرجع بينا وبين بعض ذكريات الحب اللي ماتت واللي ما بقتش موجودة. بلاش الراجل يفكر في حاجات تعكر صفو حياته، وبلاش الست تدي ولادها يعني تفكير زايد عن جوزها. أي طرف لما بيهتم لنجاح العلاقة ولنجاح الأسرة، أنا عارف إن الناس كلها عايشة وممكن ما تكونش واصلة لدرجة الاستمتاع الكامل، بس بالإخلاص، بالحب، بالاهتمام، بالحنية، بالطبطبة، بالحنان، هنوصل لكل حاجة إحنا محتاجينها. وأتمنى يا رب إن أنا أشوف كل البيوت المصرية بخير، وانا سعيد طبعا ان انا اتواجدت معاك النهارده في برنامج دكتور. سعاده لينا احنا يا دكتور. امنيه مصريه، انت بتنور برنامج امنيه مصريه. ربنا يبارك فيك يا رب. دكتور محمد هاني، استشاري الصحه النفسيه والعلاقات الاسريه، شرفتني يا فندم. انا اللي شرفت بوجودي مع حضرتك. وانا عندي امنيه مصريه ان النهارده كل اتنين حاسين ان بينهم بدايه حتى طلاق عاطفي، كل واحد يراجع نفسه تاني، يمكن ربنا يفتحها كده ويسهل الدنيا وما يبقاش فيه طلاق عاطفي ولا حاجة. تصبح على خير وألف هنا، ونشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.